السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، مع بعض يلا نلم الريبرودكشن إن شاء الله في أقل وقت ممكن. طبعا احنا عارفين الريبرودكشن فيه 5 دروس من الشابترز المهمة جدا اللي بيجي فيها عدد كبير من الأسئلة، وتعالى كده مع بعض نشوف قصة الريبرودكشن. أولا يعني إيه ريبرودكشن؟ لازم أكون عارف إن الريبرودكشن معناه الحفاظ أو مينتيننج ذا سبيشيز، بقاء الانواع، تمام؟ يبقى انا هنا اهم حاجه عندي ان انا اكون عارف ان الفكره في بقاء الانواع، مينتين ذا سبيشيز، الكائنات الحيه طبعا، والكائن الحي لازم ان هو يوصل ل ليميت معين في الجراس في النمو عشان يبقى عنده قدره ابيليتي ان هو بيرفورم ريبرودكشن. هو فايتال بروسيس، عمليه حيويه، بس مش مهمه بالنسبه لباقي العمليات. احنا درسنا ان في حاجه اسمها دايجستشن وريسبيريشن اكزكريشن، كل دول بالنسبه لنا اهم من الريبرودكشن، انما الفايده الوحيده والاهميه الوحيده للريبرودكشن انه بيحافظ ومينتين او مينتيننج ذا سبيشيز اوف ليفينج اورجانيزم. هيحميها من ايه؟ فروم اكستنكشن، من الانقراض، وطبعا بيعمل على انكريزنج ذا نمبر اوف ليفينج اورجانيزم. رجع تاني اكد على الكلام اللي انا قلته وقال ان الريبرودكشن يعتبر وظيفه less important، اقل اهميه بالنسبه للاذر فايتال بروسيسز، العمليات الحيويه الاخرى. في كمان معلومه لازم نعرفها، الكاباسيتي بتاعت الريبرودكشن بتختلف من كائن حي لاخر. مثلا الكائنات اللي بتعيش في بيئه مائيه غير الكائنات اللي بتعيش في بيئه ارضيه، الاكواتيك living organism غير الكائنات او living organism اللي live in the land او on the land، اللي هي terrestrial living organism والaquatic living organism. الظروف المحيطة، ال various ambient surrounding environment، الظروف البيئية اللي موجودة تؤثر على عدد. لما يكون انا كائن حي بتعرض لظروف سيئة، ابص تلاقي انه بينتج كميات كبيرة. كمان طبيعة الكائن الحي ودرجة التطور بتاعته، الايفولوشن اوف ديجري، كل ما كان الكائن الحي اكثر تقدما واكثر تطورا، ابص الاقي عدد الافراد الناتجه بتكون اقل. كل ما كان الكائن الحي اقل في السلم التصنيفي، يعني لو بدات بالبكتيريا هلاقيها بتنتج كميات كبيره جدا، تتكاثر بكميات كبيره جدا، وصلت للاميبا نفس الكلام، لكن تعالى اوصل للانسان، للفيل، للاسد، هتلاقي عدد الافراد اللي بينتجها بتكون قليله في العدد. يبقى انا عندي هنا 3 محاور: ال surrounding environment، البيئه المحيطه، ال prevalent hardships، الظروف السيئه اللي هي بتحيط بالكائن الحي، evolution of degree اللي هي درجه التقدم والرقي بالنسبه للكائن الحي. عندي انواع التكاثر نوعين: asexual و sexual reproduction، ولازم تكون حضرتك عارف ان الاسكشوال دايما معتمد على الميتوزس division، اما السكشوال فمعتمد على ميوزس division. تعالى بقى نشوف الكلام ده ازاي. اول حاجه هناخد الاسكشوال، ومعروف ان الاسكشوال هو عباره عن انعزال isolation لجزء من الجسم او البادي بارت، ممكن يكون في صوره سنجل سبور سيل، خليه جرثوميه، او مجموعه من الخلايا جروب اوف سيلز، او جروب اوف تيشوز، او مجموعه من الانسجه، وتبدا الانسجه او الخلايا او السبور سيل جرو تو نيو انديفيديوال، تنمو الى فرد جديد وتديني فرد ريسامبل مشابه تماما للاوريجينال انديفيديوال، للفرد الاصلي تماما. ليه مشابه للفرد الاصلي او ريسامبل للاوريجينال انديفيديوال كومبليتلي؟ لان السيكشوال ريبرودكشن ديبند اون ميتوزس. types of asexual reproduction، انواع التكاثر اللاجنسي اللي عطيها لنا في الكتاب binary fission اللي هو الانقسام الثنائي، budding التبرعم، regeneration التجدد، reproduction by spores اللي احنا بنقول عليها sporogeny، parthenogenesis اللي هي التكاثر العذري، tissue culture. وخد بالك بقى في حاجات ما اتقالتش في الكتاب بشكل اساسي، اللي هي ايه بقى؟ vegetative reproduction اللي هو التكاثر الخضري، اعتمد على ان النبات يتكاثر عن طريق الاوراق بتاعته، مثلا عن طريق السيقان، الستام، اجيب البطاطسيه اقطعها حلقات واحطها في التربه تنمو الى فرد جديد، اجيب ورق النعناع واحطه على التربه ينمو الى نبات جديد، ده اسمه vegetative reproduction وهو type of asexual reproduction. كمان اخذنا واحنا بنتكلم في الجزء بتاع alternation of generations، وهنتكلم دلوقتي لما نيجي نعمل الريفيجن، ان في نوع اسمه شيزوجيني، وده برضو نوع من انواع الاسكشوال ريبرودكشن. كمان في حاجه اسمها فراجمنتيشن، الفراجمنتيشن
اللي هي التقطع، يقول عليها كده بالعربي التقطع، دي زي اللي بتحصل في السبايروجايرا. واحيانا في بعض احيان في الاسئله بيروح قايل لك ان الشيزوجني هو الفراجمنتيشن. دي انواع الاسكشوال ريبرودكشن المعتمده على الميتوزس. نتكلم عن الباينري فيشن، هو عباره عن انقسام بالميتوزس، الكائن الحي ينقسم الى تو انديفيدوالز، فردين، ممكن الاقيه في السامبل الجي والبكتيريا والميني بروتوزون، عديد من الايه الكائنات الاوليه زي الاميبا والبراميسيوم. طيب تعالوا نشوف رسمه كده، ادي خليه الاميبا، عندها هيحصل انقسام، اولا يحصل نيوكليك ديفيجن يعني انقسام نووي، وبعد الانقسام النووي هيحصل، بص انا هقول ايه، ايكوال سيتوبلازميك ديفيجن، هيحصل انقسام سيتوبلازمي متساوي. طب فين الخليه الام البارنت اميبا او الاوريجينال سيل؟ حصل لها انها از فانشت، تختفي، ولكن هيطلع لي خليتين تو دوتر سيلز. تمام. طب لو الاميبا واجهت ظروف سيئه ايه اللي يحصل؟ بتعمل ايه؟ سراوند اتسلف بكايتين سكوت، بغلاف كايتيني، لحين تحسن الظروف او يحصل امبروفنج للانفايرمنتال كونديشنز، ترجع تاني تتكاثر بالباينري فاشن. وده يعتبر ذا سمبلست تايب، انهي نوع اللي بيعتبر ابسط نوع الباينري فاشن. تمام، يعتبر ذا سمبلست تايب، ابسط نوع من انواع الاسكشوال ريبرودكشن. تمام كده، ذا سمبلست. طيب تعالى بقى هنا، بيقول لحضرتك في البادنج اللي هو تاني نوع، عندي ليست اللي هي يوني سيلولر اورجانيزم، فطريات نوع من انواع الفانجي، والسبونج والهايدرا، ودي مالتي سيلولر اورجانيزم، الاثنين دول يتكاثروا بالبادنج الطبرعون. هنا انا عندي الاوريجينال سيل او البارنتال سيل، وهيبدا يحصل بروترود امتداد، وهيبقى في عندي حاجه اسمها بد البرعوم، وهيحصل نيوكليك ديفيجن، وهتحصل ميجريشن لان واحده من الانويه وان اوف ذم للبد، والتانية remains in the original cell. ممكن البط ده يفضل متصل او في حالة connection بينه وبين parental yeast، او ممكن ان هو ينفصل. في حالة ان هو فضل في حالة connection يبقى هو هيكون حاجة اسمها colony. colony اللي هي المستعمرة، او بنقول عليها cellular colony يعني مستعمرة خلوية زي ما احنا شايفين. خلاص؟ طيب خد بالك هنا ان علشان يطلع البض او البرعم في اليست، بيطلع اني بار في اي جزء من الخليه بتاعت الخميره، بص الاقي يحصل خروج البروتروجن ده، الامتداد ده، ويبتدي يديني البض. هنا بقى في الهايدرا او في السبونج، الاثنين زي بعض، مش بيطلع من اي حته، لازم منطقه او مجموعه من الخلايا تنشط، اسمها انتر ستيشيال سيلز، هي دي اللي يحصل لها اكتيفيت ومنها يبدا يتكون البط. تمام، وبرده البط ده ممكن يفضل متصل ويز كونكتد تو ذا بارنتال ليفينج اورجانيزم، او ان هو ينفصل سيبريت فروم ذا بارنتال ليفينج اورجانيزم ويعيش حياه مستقله عنه. خلاص، خليك عارف ان السبونج والهايدرا، ودي حته مهمه جدا بيجي عليها اسئله كتير، السبونج والهايدا الى جانب انها بتعمل السكشوال ريبرودكشن، عندها قدره انها تعمل سكشوال ريبرودكشن، والاسكشوال هيكون بالبادنج والريجنريشن، يعني الاثنين عندهم قدره على انهم يتكاثروا السكشوال وسكشوال. طب ولو جينا للاسكشوال عندي كام طريقه؟ اثنين، بادنج وريجنريشن. جميل، هنا ريجنريشن اللي هو التجدد، ميني بلانتس، كثير من النباتات زي الورمز، زي الديدان، زي الدوده اسمها البلاناريا، هي تعتبر فلات، تعتبر دوده مفلطحه وبتعيش في الفريش ووتر، سم انيمال ساتش از سبونج والهايدرا والسي ستار، دول كائنات ممكن انها تستخدم الريجنريشن، بس درجه الاستخدام الريجنريشن بتختلف من كائن الى اخر على حسب الديجري اوف ايفولوشن، درجه الايه التقدم. فعندنا معلومه كده عايزاك تسمع الجمله دي، بيقول لك الريجنريشن از نوت كونسيدرد ريبرودكشن ان سام اورجانيزم، ممكن ما يعتبرش تكاثر لو كان بيقتصر على انه يعوض وكومبنسيت ذا لوست بارت، العضو المفقود، لكن لو انا الكائن ده
او في جزء من الكائن نمى الى فرد جديد او بروتو نيو انديفيديوال، في الحاله دي بعتبره ان هو شغال عندنا كريبرودكشن. تمام، هنا عندي الهايدرا من الكائنات اللي لو تم تقطيعها الى سيفرال بارتس ايتش بارت هيبتدي ان هو كان جروتو نيو انديفيديوال. بس برضو خد بالك ان الريجنريشن ده بيحصل نتيجه ان الكائن الحي او الليفنج اورجانيزم از اكسبوز تو ان اكسيدنت، تمام، او حصل رابتشر، حصل تمزق للانسجه اوف ذا تيشوز. الجمله اللي هقولها دي ان الكاباسيتي بتاعه الريجنريشن ديكريزس، بص انا قلت ايه، ديكريزس باي انكريزنج ذا انيمالز ايفولوشن، يعني درجه التطور بتاعه الكائن الحي كل ما هتزيد كل ما هيقل الايه الريجنريشن لحد ما اوصل للفيرتيكليتس. هبص الاقي زي ما انا الريجنريشن عندنا عباره عن تجديد الخلايا doesn't exceed the healing of wounds، ان انا اجدد بيه الجروح، والجروح اللي احنا نقصدها في الجزئيه دي هو يعني لو حصل جروح وقطوع في البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه او الماسلز او السكن ممكن يحصل عمليه ريجنريشن. بس انا ما فيش فرد جديد بينمو او بيديني فرد جديد، انا بس عمليه الريجنريشن والتجدد بالنسبه لي ان انا اجدد والاستشفاء من وجود تمزق او جروح في الانسجه سكن ماسلز والبلاد فيزلز. تمام، بكرر تاني الجمله دي، جمله امتحان تجي لي في جراف بيقول ايه، اقول تاني the capacity بتاعت الايه بتاعت الريجنريشن بنقول انها decreases by increasing the animal's evolution، التطور بتاع الكائن الحي. هنا البلانريا اللي هي دوده مفلطحه فلات وبتعيش في الفريش ووتر بنقول انها لو اتقطعت بشكل transversely يعني عرضي، خدنا تي اس يعني ممكن each part can grow to new individual. حلو الكلام. أم كمان عندها القدرة إنها إذا تم تقطيعها طوليا، تمام، هي بس البلانريا اللي عندها الكلام ده، خلاص عشان بس ما حدش إيه يتلخبط. لو أنا قطعت البلانريا دي بالطول كده اتنين قطعتين، كل قطعة أو each part can grow to new individual. فكرة إن أنا أقطع بقى أخد longitudinal section مش موجودة في الهايدرا، موجودة في البلانريا. الستار فيش شبعنا منه، عارفين ان لو حصل قطع ممكن ينمو الى فرد جديد او روتو نيو انديفيديوال، بس بشرط انه لازم يكون معاه بارت اوف سنترال ديسك من الجزء القرصي ده اللي في القرص اللي في النص. لكن لو كان الدراع بس لوحده لا، يا دوبك كده الفرد الاساسي هو اللي هيجدد الجزء المفقود الكومبنسيت ده لوست بارت. طب والقطعه اللي اتقطعت دي اللي هيحصل لها، هيحصل لها انها ديجنريت طالما ما فيهاش جزء من السنترال ديسك. لكن لو الدراع في جزء او الارم بتاع السي ستار يحتوي contains part of the central disc، ده معناه ان هو عنده قدره وكان grow to new individual. نيجي للريبرودكشن باي سبورز اللي هو اسمه سبروجني. some primitive plants عندها القدره انها تتكاثر بالسبور زي ما هنشوف في البوليبوديوم. many fungi such as spread mold، عندي بقى فطريات زي فطر عفن الخبز والمشروم عندهم قدره برضو يتكاثروا بالسبورز، وبعض الايه الالجي الطحالب والفيرنس اللي هي الصراخس. طبعا هو عندي السبور، تعريف السبور هي خليه وحيده، بحب انا ارسمها دايما علشان الطالب يتخيلها معايا. هي خليه كده عندها ثيك كوت اهي، نحاول ان احنا نغلظ الجدار بتاعها اهو، وعندنا نيوكليوس طبعا، وعندنا سيتوبلازم بلس ووتر، وده ثيك كوت، وده نيوكليوس. سنجل سيل، تمام. اول ما هتلاقي ظروف مناسبه وسويتبل ميديم هتبدا في النمو، تنقسم طبعا معتمد على الميتوزس. من الحاجات المهمه انك تعرف ان ده ذا بيست تايب، افضل السبروجني ذا بيست تايب اوف اسكشوال ريبرودكشن، اما الباينري فاشن كان ذا سمبلست.
طب هو بيست ليه؟ افضلهم ليه؟ او بيست تايب ليه؟ لانه كويك بروبيجيشن، انتشار سريع، تولرانس تو هارد كونديشنز، يواجه الظروف السيئه لان السبور محاطه بثيكوت، ديستريبيوشنز تو ديستانس ريجنز، بيتوزع وبينتقل الى مسافات بعيده. خلي بالك ان الكروموسومال نمبر للبريد مولد عشان هتيجي في اسئله لازم تكون عارف انها هابلويد، تمام؟ And its spores are produced by mitosis، عشان احنا هنقابل مثلا ان السبورز الخاصة بالبوليبوديوم هيتم انتاجها بالميوزيس، تمام؟ reproduction by sprogony برضو في المشروم، ادي المشروم ده بنسميه بازيديم الكاب دي، وتتكاثر او بتبتدي تنزل الجراثيم اهي تنتشر وتسقط على وسط مناسب، تبدأ تنبت التاني ويحصل لها germination وتديني فرد جديد and so on. نفس الكلام في البريد مولد، عندي اهو الحوافظ دي بنقول عليها سبرانجيوم، وعندي سبرانجيفور اللي هي الحامل الجرثومي، وده المايسيليوم لو تداخلوا مع بعض اسمه مايسيليوم اللي هو الغزل الفطري، يعني لو حصل تداخلات ما بين الرايزويدز ده والرايزويدز ده والرايزويدز ده هيبقى عندي حاجه اسمها مايسيليوم. احنا خدنا كلمه مايسيليوم قبل كده واحنا في الاميونيتي ان ذا بلانت، لما كنا بنقول ان في نوع من انواع الانديوس ديستراكشر اميونيتي، لو الفطر بدأ يتوغل داخل النبات فالنبات بيبتدي يغلفه بانتيوليتر كفر. هو كان بيغلف ايه؟ بيغلف المايسيليوم. طب يعني ايه مايسيليوم؟ يعني الحوامل والهيفات بتاعت كلمة هيفة، يعني الحوامل الجرثومية بتاعت الفطر تتداخل مع بعضها فتتكون عندي حاجة اسمها مايسيليوم. وكلمة رايزويد كلمة سمعناها قبل كده، رايزويدز دي يعني اشباه جذور، سمعناها واحنا بنتكلم على الجاميتوفايت بتاع البوليبوديوم، اللور سيرفيس بتاعه فيه زوائد بتمتص الووتر والمينرال سولت من السويل، اسمها برضو رايزويدز اللي هي اشباه الجذور. بارثينوجينيسيس التكاثر العذري، تمام؟ هنا ده بنقول عليه سبيشال تايب اوف السكشوال ريبرودكشن. ليه بقول عليه تكاثر فريد من نوعه بالنسبه للتكاثر اللاجنسي؟ لان انا هنا هعتمد على اوفم، هعتمد على جميت، كل اللي فات يا شباب انا كنت معتمده على سوماتيك سيل، الا هنا اعتمدت او هنا قدره او ability of ovum to develop into new individual without being fertilized by the male gamete. يبقى هنا قدره الايه؟ البويضه على ان تنمو او develop into a new individual without being fertilized by male gamete. التايبس عندنا natural parthenogenesis وعندنا artificial parthenogenesis. تعال نشوف ال natural عندي الهاني بي وعندي الافيد انسكت، الارتفيشال parthenogenesis عندي الفروج والسي ستار والرابت. تعال نشوف هنا natural parthenogenesis اللي هو هعتمد على الاوفم. بالنسبه للهاني بي انا عندي الكوين اللي هي الملكه، الملكه عندها قدره انها تطلع الاوفا بتاعتها بالميوزس، فهيبقى عندي ان وان. لو البويضه او الاوفم او الاج دي اتحدت، تمام، مع ان ثانيه، يعني هفترض هنا ان انا معايا بقى ان، ده هيبقى درون خلاص، وحصل تكاثر، تمام، ودي الفيميل اللي هي الملكه، هيبتدي يطلع السبرم اهو، السبرم هتبقى زي ما هو عامل كده اهو، دي سبرم. بما انها طلعت ان خلاص، يبقى كده طلعت بالايه؟ بالميتوزس. حلو كده. لو حصل اتحاد، حصل فيوجن فيرتلايزيشن اهو سيكشوال برودكشن، هيروح عاطيلي ايه؟ هيروح عاطيلي فيميل، والفيميل دي قد تكون كوين وقد تكون وركر، تمام. اما البويضه ماليش دعوه بده خلاص، ليه ماليش دعوه بده؟ بص التعريف بيقول لك ايه؟ قدره والابيليتي اوف اوفم تو ديفلوب انتو نيو انديفيديوال، ان تنمو الى فرد جديد without being fertilized by male جميل. طيب هنا في البارثينوجينيسيس لو الاوفم دي ما جالهاش سبيرم هتبدا انها تتكاثر بالناتشرال بارثينوجينيسيس وتديني تنقسم بالميتوزس وتديني درون، يعني ذكور ميل، تمام. ما يشغلش بالك السبرم بقى التاني، لان الفكره ان الموضوع كله في ايد الفيميل، يا اما البويضه بتاعتها يحصل لها فيرتلايزيشن فتديني فيميل، يا اما ما يحصل لهاش فيرتلايزيشن فهتكمل وتديني درون.
نيجي للافيد انسكت اللي هي حشره بنسميها حشره المن بالعربي، اذا عملت تكوين او عملت فورميشن للاوفا بتاعتها بالميتوزس هتديني بويضات توام، وده هيكمل الى فيميلز، هتعمل ناتشورال بارثينوجينيسيس وتديني فيميلز. طيب لو عملت ميوزس هتديني اوفا تكون هابلويد، لو اتحدت مع سبيرم خلاص والسبيرم ده هو كمان ان هتديني ميلز اند فيميلز، بقى هيحصل فيرتلايزيشن او سيكشوال ريبرودكشن وتديني ميلز اند فيميلز. اما في حاله الناتشورال بارثينوجينيسيس في الافيد الناتج بيكون فيميلز بس. تمام، خد بالك ان في الافيد انسكت البويضه الاوفا دي جايه من ميتوزس ديفيجن. لما كنت في الهاني او الكوين الملكه اللي هي في انهاني بيز في النحل، كانت البويضة او الاوفم جايه من ميوزس، ناتجه من انقسام ميوزي يعني ميوز ديفيجن. تمام، الافراد الناتجه في الهاني بي بتكون درونز ذكور، الافراد الناتجه في الافيد انسكت بتكون فيميلز، الافراد الناتجه الكروموسومال سات في الهاني بي بتكون هابلويد، وفي الافيد انسكت بتكون ديبلويد او توان. ارتفيشال بارثينوجينيسيس بقى عايزاك تركز لي في الحته دي قوي قوي. احنا عبارة هنا الانسان حب يدخل، قال لك طب ما انا كمان اعمل ارتفيشال بارثينوجينيسيس، هيبقى هيستخدم بويضات الفرج السي ستار الرابت. طيب تعال نشوف، انا بحب اعملها بالرسمه دي، ادي عندي بويضه خلاص اوفم او عايزين نسميها اج، وحابب احط لها مؤثرات خارجيه. ايه هي المؤثرات الخارجيه بقى؟ ممكن الكتريك تشوك، عندي هنا صدمه، تمام عندنا هنا الكتريك تشوك، وعندنا هيت سولت راديشن اشعاع. تمام الكتريك تشوك راديشن سام سولت بريكينج باي نيدل او خذها بابره تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي البويضه دي، البويضه دي ان خلاص، هيحصل لها دوبليكيشن. يعني ايه دوبليكيشن؟ تضاعف خلاص، وهتبقى 2n. طيب لو انا كنت بتكلم في الفرنج والسي ستار هتديني نيو انديفيديوال، نيو انديفيديوال في حالة مين؟ السي ستار او نجم البحر او الفرانك. تمام، لو في حالة الرابت هتديني يدوبك مراحل وستيجس اوف ايرلي او امبريونيك، مراحل في ايرلي امبريونيك ستيجس. مش هكمل، يا دوبك هتبقى عبارة عن مراحل مبكرة للتكوين الجنيني. تمام، ليه بقى؟ ليه مراحل مبكرة ما كملتش الفرد جديد؟ عشان الرابط ده يعتبر ماملز ويحتاج الى يوترس، مش هينفع يكمل بره الرحم. اما في السي ستار وفي الفراغ دي كائنات بتحط اجز، فالاجز دي بتكمل امبريونيك ديفلوبمنت، بيكمل اوتسايد ذا فيميل بادي، خارج جسم الايه الام. ماشي الكلام. نيجي للتشو كلشر اللي هو زراعه الانسجه، وده طبعا تكنيك صناعي الانسان هو اللي بيلجا له، بياخد خليه او خلايا او انسجه تكون سوماتيك سيل، خلي بالك دي خليه جسديه وتؤن، تمام فيها كل المعلومات الوراثيه، وهيبدا يحطها في وسط مناسب او سيمي ناتشرال نيوتريتيف ميديم. خلي بالك من الجمله دي، سيمي ناتشرال شبه ان وسط شبه ايه طبيعي، و السوماتيك سيل دي اللي هحطها في وسط شبه طبيعي هيكمل ويديني فولي بلانت نبات كامل، ويحصل له ان هو كالتيفيتد، ات از كالتيفيتد ينمو ويديني فرد كامل. طبعا الوسط اللي انا هحط فيه اللي هو سيمي ناتورال نيوتريتيف ميديوم هيكون كمان يحتوي على كميه من الاكسنز من البلانت هرمونز عشان يديني فرد كامل. طبعا انا خدت هنا ممكن اخد قطاع تي اس يعني ترانسفيرس سكشن، ممكن اخد مجموعه من الخلايا،
الديفيجن اللي هيحصل اسمه مايتوزس. نيجي بقى ل الامبورتنس، هو مهم في ايه؟ طبعا بروباجيشن اوف رير بلانت هيعمل على ان انا ممكن اعمل اكثار للنباتات النادره، هاثر او شورتنج ذا تايم نيدد فور جروينج، هاثر الفتره اللي انا محتاجها لعمليه الانبات، هحل مشكله المجاعات ونقص الطعام، سولفينج ذا فود بروبلمز. تمام، controlling the time of tissues culture، يعني انا هتحكم في الوقت اللي بيحصل فيه زراعه الانسجه. انا لو انا عندي دلوقتي خلايا مش عايز ازرعها دلوقتي، عايز ازرعها كمان سنه كمان سنتين، ممكن ان انا احتفظ بالخلايا او السيلز او التيشوز دي في درجات حراره منخفضه، can be preserved in liquid nitrogen، في نيتروجين سائل اللي هو بيوصل درجه حرارته الى -120 سليزيوس. وبعدين لما يكون في in order to keep them alive، ممكن بعد كده ان انا اعمل على عملية ازراعة الانسجة او اشتغل عليها بعد فترة من الوقت. دي رسمة بتوضح لنا نفس الكلام، ادي الجزراية هي اللي هي روت، خدت منها خلايا، الخلايا حطيتها في semi natural nutritive medium، بدأ ينقسم بالميتوزس واحدة واحدة لحد ما هبتدي نبت ويديني فرد كامل او new individual. ممكن في نبات تاني استخدمناه برضو في التيشو كالتشر اللي هو الطباقو، نبات الطباق بتاع الدخان. ممكن افصل مجموعة من الخلايا من الليفز، خد بالك، من اوراق النبات الطباق ده، واعمل لها عملية انماء برضو في سيمي ناتورال نيوتريتيف ميديم يحتوي على الكوكونات ميلك اللي هو لبن جوز الهند، بالاضافة الى ريشيو او نسبة من الاوكسنز او البلانت هرمونز، وبص الاقي ان هو كان جرو تو نيو انديفيديوال او فولي توباكو بلانت. بكده خلصنا reproduction in the او asexual reproduction. هنبدأ نتكلم بقى في فرع تاني اسمه sexual reproduction، وهناخد ظاهرة اسمها conjugation، لان احنا انواع تكاثر الجنسي في عندي حاجة اسمها conjugation وفي حاجة اسمها reproduction by gametes. تمام، انا هتكلم عن conjugation اللي احنا بنسميها الاقتران. الconjugation بتبقى موجودة او طريقة التكاثر الجنسي في primitive organism، الكائنات البدائية زي البروتوزوان، الكائنات البدائية زي البروتوزوان زي البراميسيوم، الجي الطحالب، بعض الفطريات الفانجي الفطريات. والconjugation في طبعا طريقة كده هنتكلم عنها، اللي هي فكرة التكاثر. ليه بيلجأ الكائن للتكاثر الجنسي بالاقتران او بالconjugation؟ هو المثال اللي عندنا سبيروجايرا بينمو اصلا بشكل طبيعي وبيتكاثر طبيعي بالاسكشوال ريبرودكشن. اذا في حالة ظروف كانت سيئة او unsuitable conditions، هيضطر ان هو يحول طريقة التكاثر من الاسكشوال الى السكشوال. في حالة تعرضه بقى للدروت، جفاف، change in the purity of water، تغير في نقاء المية، تغير في التمبريتشر بتاعت المية، لان طبعا تغير التمبريتشر ده هيأثر على عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس وممكن يؤدي الى موت النبات لان مش هيقدر يعمل عملية الانبناء الضوئي. طب الconjugation in spirogyra، انا بقى الاقتران في السبيروجايرا في نوعين، سكالري فورم اللي هو بقول عليه اقتران سلمي بيعمل لي شكل زي السلم، واللاترال كونجوجيشن اللي هو الجانب. سكالري فورم يعتمد على ان يكون عندي خطين ان ذا اوبوزيت بوزيشن، في وضع كده قدام بعض، ويبتدي يحصل يتكون ما بينهم بروز كده او بروتروجن، وبعدين يلتحم ويديني حاجه اسمها كونجوجيشن تيوب، قناه الاقتران، وتنتقل المحتويات بتاعه الخليه اللي في الخيط مثلا رقم واحد الى الخيط رقم اثنين، ويتكون عندي هنا زايجوت، والزايجوت ده لما يحاط بثيك كوت هيبقى اسمه زايجوسبور. طبعا الخيط هنا هو هابلويد، فلما يحصل هنا اقتران ويحصل فيوجن بين التو نيوكلياي هيبقى عندي زايجوت 2n، وكمان الزايجوسبور لما هيحاط او is surrounded by seed code هيبقى 2N. هيفضل كده dormant كامل وساكن طول ما الظروف سيئة. مجرد ما الظروف تتحسن يبدأ قبل ينبت، قبل ما يعمل germination لازم يعمل حاجة اسمها meiosis. ولادي بقى لازم يعرفوا حاجة عشان احكم على هذا التكاثر، انه تكاثر جنسي او sexual reproduction، لازم عمليتين يحصلوا، عملية fertilization وعملية meiosis. مين تحصل قبل مين مش مشكلتك، كل كائن حر. بقى احنا في الانسان بيحصل عندنا ميوزس الاول وبعد كده فيرتلايزيشن. هنا في السبيروجايرا حصل الاول عندي هنا
فيرتلايزيشن، انا بسمي اتحاد او الفيوجن بين تو نيوكلياي كانه فيرتلايزيشن، وبعد كده حصل ميوزس. تمام، يبقى لو تواجد عندك العمليتين دول بقول على هذا التكاثر ان هو سيكشوال ريبرودكشن، ويبتدي بقى ان هو يحصل انقسام بالميوزس عشان ريتيرن باك تو ذا هابلويديتي، يرجع تاني الخيط يبقى احادي ويطلع لي خيط تكون كل الخلايا بتاعته هابلويد او الكروموسوم السات بتاعتها ان. ماشي كده الكلام؟ طب في اللاترال، في اللاترال بقى انا هتصرف، افرض ان البحيره دي جفت وما كانش فيه غير وان فيلمنت، اموت يعني ما حافظش على النوع بتاعي؟ لا، اتصرف. كل خليتين او تو ادجيسنت سيلز ممكن يحصل بينهم لاترال كونجوجيشن، يعني اقتران جانبي، ويديني الزايجوت اللي ممكن برضو ابص الاقي ان هو اول ما تتحلل الخيوط يبدا يحيط نفسه سراوند ايت سيلف بتيك كوت ويبقى اسمه زايجوسبور. طب ولو الظروف بقت كويسه ولا يهمك وهبتدي اعمل ميوزس ديفيجن وابتدي ان انا استعيد وريتيرن باك تو ذا هابلويديتي، يعني استعيد احاديه الخلايا بتاعتي، وينبت بقى بالميتوزس ويديني نيو فيلمنت. تمام، بكرر تاني التكاثر الجنسي دي حته مهمه، ان عشان احكم على اي نوع من انواع الريبرودكشن ان ده سيكشوال بيحصل ظاهرتين او تو بروسيسز، الفيرتلايزيشن والميوزس. مين يحصل قبل مين تختلف ما بين الكائنات وبعضها. في السبايروجايرا فيرتلايزيشن الاول بعد كده ميوزس، في الانسان ميوزس الاول بعد كده فيرتلايزيشن. بيقولوا هنا بينبهنا ان نخلي بالنا ان خيط الايه السبايروجايرا هو احادي، يعني هابلويد، يعني النمبر اوف كروموسوم بتاعته بتكون ان، وبيستعيد القصه بتاعت الهابلويديتي دي لما ان هو بيفور جيرمينيشن بيعمل ديفايد بالميوزس. نيجي للميل جاميت والفيميل جاميت. طبعا حضراتكم عارفين ان الميل جاميت بيتميز بان هو بيتم انتاجه في الجونادز، فالجونادز دي اللي هي المناسل. لو انا بتكلم في الانسان هيبقى الميل جاميت بيطلع من التستس، لو انا بتكلم في النبات يبقى بيطلع من الانسر. طيب شكل السبرم او شكل الميل جاميت هيكون ايه؟ طبعا بيتم انتاجه او بنقول ان هو it is produced by large number، بكميات كبيره. كمان بنقول ان هو دايما بيطلع عندي 4 ميل جاميت من الانقسام الميوزي، وليه عدد كبير ولارج نمبر اوف ميل جاميت لان هو بيتعرض او some of them are subjected to loss، ممكن يعرض الى الفقد واثناء طبعا او during the journey to the female gamete. بيكون pointed مدبب، بيكون في كميه قليله من السيتوبلازم، عنده القدره على الحركه يعني موتايل، وما عندوش قدره ان هو يخزن الغذاء، لكن لازم يكون في وسط في غذاء علشان يقدر ان هو يتحرك لانه محتاج انرجي طاقه. على عكس الفيميل جاميت بقى، لو انا بتكلم في الانسان او في الحيوان هيبقى في الاوفري، وفي النبات برضه في الاوفري. بيتم انتاج الفيميل جاميت بكميات اقل، لان احنا دلوقتي لما نيجي ناخد تكوين الفيميل جاميت هنلاقي بيتكون اوفر واحده وثلاثه مثلا انتي بودل. ليه؟ لان احنا محتاجين نخزن في الاوفر كميه كبيره من السيتوبلازم. بيكون شكلها سفيريكال على عكس الميل جاميت بيكون شكله بوينتد مدبب، وبيكون طبعا فيها كميه كبيره من السيتوبلازم. الميل جاميت بيكون فيه ليتل اماونت اوف سيتوبلازم. طبعا الميل جاميت بيكون اصغر او سمولر ان سايز، هي بتكون بيجر ان سايز كاكبر في الحجم. دايما الفيميل جاميت عندها قدره انها ستور ذا فود، بتخزن الغذاء. طبعا الميل جاميت كان متحرك وموتايل، الفيميل جاميت ستيشنري، ستيشنري يعني قاعده في مكانها مش بتتحرك، لان الميل جاميت هو اللي بيجي لها علشان يحصل عمليه الفيرتلايزيشن. تمام، الميل جاميت هو اللي بينقل وترانسبورت ذا جيناتيك انفورميشن، اما الفيميل جاميت ريسيف، تستقبل الجيناتيك انفورميشن من الميل جاميت. تمام، نيجي بقى للفيرتلايزيشن. الفيرتلايزيشن هو اتحاد ما بين ميل جاميت خلاص اهو وفي ميل جاميت عشان يديني زيجوت. خلاصة الكلام، ميل جاميت ان مع في ميل جاميت ان يديني زيجوت 2 ان، وبعد كده الزيجوت ده هيعمل انقسام بالميتوزس او ميتوتيكالي عشان يديني امبريو. ايه انواع الفيرتلايزيشن؟ في عندنا نوعين، اكسترنال فيرتلايزيشن وانترنال فيرتلايزيشن. عايزك تكون واخد بالك ان الاخصاب الخارجي زي ما هو في الاسماك
تمام، زي ما هو مثلا في الامفيبيانز البرمائيات زي الضفادع، internal fertilization زي الريبتايلز الزواحف زي الماملز الثدييات بيبقى فيها اخصاب داخلي، وبيحصل تكون او الامبريونيك ديفلوبمنت بيكمل او كومبليت انسايد ذا فيميل بودي. اما في الاكسترنال فيرتلايزيشن فالامبريونيك ديفلوبمنت اللي هو التطور الجنيني بيكمل كومبليت اوتسايد ذا فيميل بودي. تمام، نيجي للالترنيشن اوف جنريشنز، لان هو بقى ظاهره او الترنيشن اوف جنريشنز معناها تبادل الاجيال، يعني جيل بيجي بالسكشوال وجيل بيجي بالسكشوال. طب هو الكائن ده عايز يزوجنا ولا ايه؟ بيعمل الاثنين؟ لا، هو له غرض، الغرض انه يجمع وجادرز بين الادفانتشز بتاعت السكشوال والادفانتشز بتاعت الاسكشوال. الاسكشوال بيديني لارج نمبر اوف انديفيدجوالز، والسكشوال بيديني فاريشن، جيناتيك فاريشن. تمام، تعال نشوف عندنا اللايف سايكل بتاعه البلازموديوم مالاريا، وبكرر تاني دايما لما بنشرح الجزء ده بفضل اقول للطالب الله يخليك خلي بالك ان انا مش بتكلم عن الموسكيتو، صحيح ان الموسكيتو لها دور، لكن انا بتكلم عن كائن اولي او كائن متطفل باراسايت ليفنج اورجانيزم اسمه بلازموديوم، بيعيش ما بين تو هوستس، الفيميل انوفيلس موسكيتو والهيومن بينج. بتبدا القصه ازاي؟ بتبدا القصه زي ما احنا شايفين ان الموسكيتو الفيميل، لانها هي دي اللي بتتغذى على الدم، بتبدا انها بايت ده هيومن بينج وتدخل السبوروزويت، عدد كبير من السبوروزويت. السبوروزويت دول بيكونوا ان هيمشوا في مجرى الدم يوصلوا الى الليفر ويبتدي ان هو يعيش دورتين او تو سايكلز. بقول على المرحله دي اسمها انكيوبيشن، مرحله الايه الحضانه، وبعد كده هيطلع الليفر، يطلع منه حاجة اسمها ميروزويت، يبقى كان داخل سبوروزويت N هيطلع بعد كده ميروزويت N، الميروزويت N تمام، وده سبوروزويت، والسبوروزويت كمان خلي بالك ان هو N، وده بيعتبر الانفكتيف ستيج بالنسبة للهيومن بينج. هندخل بقى في ليله تانية، احنا كنا الاول جوه الليفر وقلنا جوه الهيباتيك سيلز بنقول انها انكيوبيشن بيريود، فتره الحضانه. لا، ده احنا هنخش بقى على خلايا الدم الحمراء، بقول عليها ريد بلاد سيلز، بقول عليها اريثروسايت، عشان لو جابها لي في الاسئله تبقى عارف ان خلايا الدم الحمراء لها اسم تاني اريثروسايت. بنقول ان خلايا الدم الحمراء او الاريثروسايت دي هتبدا داخلها يحصل نوع من انواع الانقسام زي اللي حصل في الهيباتيك سيلز. هو في الهيباتيك سيلز حصل ايه؟ شيزوجيني اللي هو لسه قايله من شويه تايب اوف اسكشوال ريبرودكشن. برضو في الريد بلاد سيلز هيحصل شيزوجيني تايب اوف اسكشوال ريبرودكشن، بس سيفرال تايمز، عده مرات. اما لما كان في الهيباتيك سيلز حصل تو سايكلز في مرحله الانكيوبيشن. بعد كده هيحصل انفجار، والريد بلاد سيلز هيحصل لها انها بريست، وهتبتدي تطلق وريليزنج، يحصل انها انطلاق للميروزويت. شويه من الميروزويت هيقرروا ان هم يغيروا حالهم ويتحولوا من صوره الميروزويت ان الى صوره اسمها جاميتوسايت. حلو كده، الجاميتوسايت دول ان، لانهم جايين من انقسام ميتوزي، لان الشيزوجيني السكشوال ريبرودكشن، وطالما السكشوال يبقى ديبند اون ميتوزس ديفيجن. هل الجاميتوسايت دول هيقدروا يعملوا هنا فيرتلايزيشن؟ لا. ليه؟ لان هنا هم انكتيف، انكتيف يعني مش نشطين، انكتيف. طب الجاميتس، الجاميتس دي لما تيجي تتحول ازاي؟ لما تيجي البعوضه تاني او الفيميل انوفيلس موسكيتو، شوف هنا عاملها لك باللون الاحمر على انها امتصت الدم واخدت معاها الجاميتوسايت، ودخل في الاستمك بتاع الفيميل انوفيلس موسكيتو، فيبدا يحصل لهم ديفرنشيشن، او يبان البعض جوه الاستمك بتاعه الفيميل انوفيلس موسكيتو ويحصل سيكشوال ريبرودكشن. يبقى طول ما انا كنت قاعده في الهيومن بينج كان التكاثر نوعه ايه؟ السيكشوال ريبرودكشن باي شيزوجيني. دخلنا للاستمك بتاعه الفيميل انوفيلس موسكيتو، يبدا السيكشوال ريبرودكشن باي جاميتس. تمام، هبص الاقي بقى الزايجوت ده اللي اتكون اللي هو 2N، تمام، هيبتدي ان هو يتحرك يديني حاجه اسمها اوكاينيت. اول ما يبدا يتحرك او موفينج ستيج اللي اسمه اوكاينيت، عشان يخترق الوول اوف ستومك، وطول ساكن وما بيتحركش اسمه زايجوت، بدا يتحرك اسمه اوكاينيت، طلع بره الوول اوف ستومك بقى اسمه اوسيست اللي بنقول عليه كيس البيض. بس كيس البيض ده هيبقى ان
آه يبقى هنا حصل إيه يا شباب؟ برافو عليكم، ميوزس. الأوكاينات عمل ميوزس وتحول إلى أوسس. الأوسس ده هيحصل فيها تكاثر لا جنسي السكشوال ريبرودكشن بالإيه؟ بسبروجيني، وتديني السبوروزايت اللي ميجريت تو ذا سالايفري جلاندز علشان تبدأ تلدغ بني آدم تاني واللايف سايكل تكمل كمان. وإن لو أنا قطعت على الموسكيتو، قطعت اسف على البلازموديوم مالاريا دوره الحياه، يعني خليته ما تكملش مع الفيميل انوفيلوس موسكيتو او ما كملش مع الانسان، هتتوقف وهيحصل ان اللايف سايكل اوف بلازموديوم مالاريا ويل بي ستوبد. بيقول لك كمان ان الجاميتوسايت تعتبر الانفكتيف ستيج بالنسبه للفيميل انوفيلوس موسكيتو. يبقى انا عندي في اللايف سايكل دي كام انفكتيف ستيج؟ 2، السبوروزايت بالنسبه للهيومن بينج، جاميتوسايت بالنسبه للفيميل انوفيلوس موسكيتو. مين هو المين هوست؟ ما انا عندي عائل اساسي وعندي سكندري هوست. العائل الاساسي اللي بيحصل فيه سكشوال ريبرودكشن، مين العائل اللي حصل فيه سكشوال ريبرودكشن؟ برافو عليك، الفيميل انوفيلس موسكيتو، تبقى هي المين هوست بالنسبه للبلازموديوم مالاريا. نيجي بقى للنوع الثاني او المثال الاخر اللي هو لايف سايكل اوف فيرن بلانت، اللي هي صراخس بنقول عليها بوليبوديوم او اقول عليها ادينتم، وبتوع العربي يقولوا عليها الفوجير. وخلي بالك ان هو يجيبها لك في الامتحان مكتوبه الفوجير بالانجلش. الفوجير هو برضو نبات اورنمنتال، اورنمنتال نبات زينه، بيستخدم للزينه وبيستخدم في المشاتل بتاعه الزراعه والمحلات بتبيع ورد، فيعتبر نبات بيستخدم في الزينه. عشان كده لما يجي يقول لي كلمه اورنمنتال في السؤال ابقى فاهم ان هو بيكلمني عن البوليبوديوم. المهم هذا النبات عنده قدره ان هو يتكاثر بطريقه او بظاهره اسمها alternation of generations. النبات الاساسي بتاعي هو السبوروفايت اللي هو 2N، تمام، وده الاوراق بتاعته زي ما احنا شايفين كده، قلبناه خدنا اللور سيرفيس بتاعها لقينا فيها السورس، تمام، وبعدين السورس دي جواها فيها سبرانجم حوافز جرثوميه، وفيها سبور مادر سيل. سبور مادر سيل هي بتكون ان 2N اسف، تمام، لانها جايه من الايه؟ من السبوروفايت. هي هتبدا تعمل تكاثر بالجراثيم بس بالميوزس، هتعتمد هنا او يحصل اعتماد او ديبند اون ميوزس ديفيجن، فهتديني سبورز ان. السبورز ان دي لما تسقط على وسط مناسب وسويتبل ميديوم هتبدا انها يحصل لها جيرمينيتس وتديني جاميتوفايت. جاميتوفايت ده النبات الاخر اللي هو ان، بس المين بلانت هو السبوروفايت، اللي بشوفه هو السبوروفايت، تمام. يبقى اللور سيرفيس بتاع الجاميتوفايت اللي احنا بنقول عليه هارد شيبد هلاقي فيه عنده رايزويدز اللي هي اشباه جذور علشان ابسورب ذا ووتر اند مينرال سولت، يقدر يعمل فوتوسينثيس بروسيس لان ده بلانت. وهلاقي على اللور سيرفيس فيه عندي اركيجونيوم، دي تعتبر الفيميل جوند، وعندي انثريديوم اللي هي ميل جوند. الانثريديوم بتكون السبرم والاركيجونيوم بتكون الايج، بس طبعا معتمد على الانقسام الميتوزي، يعني معنى كده السبرم هيبقى ان والاج هتبقى ان. طبعا هنا هو بيعيش في مناطق رطبه، فبلاقي السبرم عنده قدره او السبرمز هاف ابيليتي تو سويم تو ريتش تو ذا ايج انسايد ذا اركيجونيوم، ويحصل عمليه اسمها فيرتلايزيشن، يحصل فورميشن اوف زايجوت، ويبتدي يتكون اليانج سبوروفايت. اليانج سبوروفايت هيحملك شويه ويعيش على قفا الايه؟ الجاميتوفايت. هيعتمد عليه لانه لسه ما عندوش روتس، لحد ما يبتدي يكون روتس ويبتدي يحصل ديجنريت للهارد شيبد او البروثالس او الجاميتوفايت. كل دي مسميات تمشي على الجاميتوفايت او اللي عليه جاميتوفايت او اللي عليه بروثالس او اللي عليه هارد شيبد، تمام. وخلي بالك كل شغلي في اللايف سايكل بتاعت البوليبوديوم كانت على اللور سيرفيس. Lower surface بتاعت leaves of sporophyte, lower surface of gametophyte، تمام؟ ويبتدي ينمو ويديني النبات اللي قدامنا ده اللي هو اسمه سبوروفايت، وتاني ترجع اللايف سايكل تكتمل. هنا هو بيتكاثر بطريقتين، السبوروفايت بيتكاثر بالاسكشوال ريبرودكشن باي سبروجني، السكشوال ريبرودكشن باي سبروجني، والجاميتوفايت بيتكاثر بالسكشوال ريبرودكشن باي جاميتس، تمام. نيجي بقى فرق اهو، السبوروفايت بيكون 2N والجاميتوفايت N.
السبوروفايت ريبروديوس اسكشوالي باي سبورز، اما الجاميتوفايت ريبروديوس سكشوالي باي جاميت. تمام، ده بيتكون من روت وستام وليفز، ده بيتكون من فلات هارت شيبد لونه جرين علشان كده عندي رايزويدز بامتص الماء والاملاح عشان بيرفورم فوتو سينثيسيس بروسيس. السبوروفايت اندر ذا ليفز بريز سوراي، في السطح السفلي الاوراق بتاعته في عندي السوراي، والسوراي دي موجود جواها السبرانجيا الحوافز الجرثوميه. برضو في اللور سيرفيس اوف جاميتوفايت في عندي الانثريديا والاركيجونيا اللي هي ميل جوند وفي ميل جوند. الانثريديا تعتبر ميل جوند والاركيجونيا في ميل جوند. ريبرودكشن ان فلاورينج بلانتس، عندي الفلاورينج بلانتس هي نباتات زهريه يعني عندها ازهار. طبعا ما شاء الله الفلاورينج بلانت دي بتكون لارج جروب اوف سيدد بلانت، نباتات يعني عددها كبير جدا، ونقول عليها كمان سيدد بلانت يعني بقول عليها نباتات بذريه واقول عليها نباتات زهريه عندها ازهار وكمان بذور. بقول عليها انجيوسبيرمي، ودي كلمه خدناها في سينيور 1 يعني مغطاه البذور، كلمه انجيوسبيرمي يعني مغطاه البذور لان البذور بتاعتها او السيد موجوده او ار بريزنت انسايد بيريكارب. كلمه بيريكارب يعني غلاف الثمرة، عندي ثمرة زي السفندي مثلا كده وجوه البذور. تمام، نيجي للفلاور. الفلاور هي الريبرودكتيف اورجن، العضو المسؤول عن التكاثر. بتكون عبارة عن شورت ستام، عبارة عن ساق قصيرة. الاوراق بتاعتها ووز ليفز ار موديفايد، تحورت الاوراق بتاعتها علشان تديني فور وورلز. فور وورلز يعني اربع محيطات زهرية. تمام، هنشوف ايه هي الفلورال بارتس. اولا قبل ما نشوف الفلورال بارتس او الووردز اوف فلاور اللي هي محيطات الزهره، خلينا نتكلم عن الاستراكشر اوف ذا فلاور اللي هي بتتكون من حاجه اسمها براكت. ممكن الاقي زهره عندها براكت، يعني ايه براكت؟ يعني الزهره عامله كده اهو وفي ورقه صغيره كده بنقول عليها سمول جرين، بنقول عليها براكت، بتوع العربي يقولوا عليها قنابه. وفي ازهار ممكن تطلع كده اهو من غير ما يكون فيه براكت، يبقى في زهره هي تطلع كده بس في ورقه صغيره كده اسمها براكت، وفي بنقول عليها without براكت. في زهره هنقول عليها ستوكد معنقه يعني لها عنق كده، وفي زهره هنقول عليها سيسل يعني بص الاقي الزهره طالعه على طول ملتصقه بالفلورال اكسس بالمحور الزهري من غير ما يكون فيه عنق. ايه هي البراكت بقى اللي احنا قلنا عليها؟ القنابه اللي هي عباره عن ورقه صغيره بنقول عليها سمول ليف، ورقه صغيره جدا من الايتس اكسل من المحور بتاعها. الفلاور ايمرجز، بتظهر الزهره من المحور بتاع البراكت. بتختلف او في فاريشن في الشيب والكالر فروم بلانت تو انذر، في منها بيكون سكيل وفي منها بيكون جرين. وكلمه سكيل بنقولها بالعربي حرشوفي، حرشوفي يعني لونه بني شويه بيش كده، لما انما في الاغلب بيكون شكل او لون البراكت بيكون لونه جرين. ايه اصل الزهره او الاوريجين اوف فلاورز؟ ممكن الاقي الزهره سولاتري وحيده، ممكن الاقيها جروبد في مجموعات. لو كانت وحيده ممكن تكون ابيكال تمام اور اكسيال. تمام، تعالى نشوف هنا الابيكال والاكسيال زي ايه. اهو لو انا بصيت هنا السولاتري دي ممكن تكون ابيكال اللي هي بنقول عليها طرفيه تمام، ودي زي زهره التوليب وهنا بتوقف ستوب ذا جراث اوف ستام. اكسيال بنقول جانبيه خلاص، ودي بتطلع لكنها لا توقف او دازنت ستوب ذا جراث اوف ستام، الستام مكمل نموه عادي لانها طالعه بالجنب، ودي زي زهره اسمها بيتونيا. يبقى سولاتري فلاورز مي بي ابيكال اور اكسيال. الجروب ده بقى زي حاجة اسمها انفلورسنس، وكلمة انفلورسنس بتوع العربي يقولوا عليها النورة، اللي هي مجموعة من الأزهار مترتبة بترتيب أو various aggregation كده على الفلورال اكسس على المحور الزهري، زي ما موجود في نبات الفول وهو شكل الانفلورسنس. تمام، زي نبات الفول والمنظر. تمام، عبارة عن group of flowers، مجموعة من الأزهار on the floral axis على المحور الزهري لكنها مترتبة أو are arranged in the various aggregation بترتيبات معينة. المحيطات بتاعة الزهرة احنا هناخد هنا قطاع طولي أو LS للفلاور. فعندي الكاليكس اللي هو الكأس اللي هو بتبقى عبارة عن green leaves بنقول عليها سيبل. تمام، وفي عندي الكورولا اللي هي بنقول على الأوراق بتاعتها بيتل اللي هي الكبيرة دي اهي.
ده المحيط الاول الكالكس، وده المحيط الثاني الكورولا، الورقه بتاعته اسمها بيتال. اندروسيوم ده المحيط الخاص بالميل جونت، وجيمنيسيوم ده الخاص بالفيميل جونت. تمام. الاندروسيوم بيتكون من ستامنز، والستامن الايتش ستامن كونسيست اوف فيلمنت وانسر، فيلمنت وانسر. طبعا الزهره اللي قدامي دي باي سيكشوال، يعني فيها الميل والفيميل جونت. تمام، بنقول عليها باي سيكشوال. وبالنسبه للجينيسيوم بنقول ان هو مكون او كونسيست اوف كاربلز، دي اسمها كاربلز، والاتش كاربل كونسيست اوف اوفري ستايل اللي هو الطويل ده الستايل القلم بيقولوا عليه بتوع العربي، واخيرا الاستيجما اللي بيسقط عليها البولين جرين. طبعا الزهره بتكون موجوده على جزء منتفخ كده بسميه ريسبتكل. تمام، وهنا الستم او العنق بتاع الزهره. يبقى انا عندي 4 words 4 محيطات. الكالكس بيبقى لونه جرين وعباره عن سمول جرين ليفز، وده بيحمي الزهره والورلز بتاعتها من الرياح والوينز والرينز المطر. الكرولا بتكون كالرد ليفز، اوراق ملونه، ودي اتراكت ذا انسكت عشان بيرفورم بولينيشن اند فيرتلايزيشن، يحصل عمليه تلقيح واخصاب. الاندروسيوم مسؤول عن فورميشن اوف ميل جاميت، والجينيسيوم مسؤول عن فورميشن اوف فيميل جاميت. الاندروسيوم مكون من الاستامن، تمام، والجيمنيسيوم مكون من الكاربل. تمام. طبعا الكالكس بيكون هو ذا فيرست ويرل، بعد كده وراه الكورولا. الاندروسيوم بعد الكورولا، اللي موجود في المركز والسنتر اوف فلاور هو الجينيسيوم اللي بتتكون من الكاربلز. نيجي هنا بيقول خلي بالك ان في موست مونوسايت، ده موضوع اسئله كتير جدا، زي التوليب وزي الانيون، دول ازهار ما عندهاش كالكس وما عندهاش كورولا. امال ايه قصتها؟ عندها حاجه اسمها بريانس، بريانس اللي هو بنقول عليه الغلاف الزهري، يعني بيبقى it is difficult to be differentiated from the leaves of corolla and leaves of calyx. الاثنين بيبقوا نفس اللون، اوراق الكالكس واوراق الكورولا واخدين نفس اللون، عشان كده ما بقدرش اقول مين كالكس ومين كورولا، لا بقول على الاوراق كلها اسمها بريانس الغلاف الزهري، وده في حاله النباتات المونوكوتيليدون اللي هي احاديه الفلقه، زي الاونيون، زي البصل، زي التوليب. وظيفه الزهره اللي هي اصلا ريبرودكتيف اورجنز، عضو التكاثر، انها فورميشن اوف بولين جرينز، تعمل حبوب اللقاح، فورميشن اوف اوفيولز، الاوفيول هيكون جواها الاج اللي هي الفيميل جميت، اوكيرنس اوف بولينيشن اند فيرتلايزيشن، يحصل من خلالها عمليه التلقيح والاخصاب، fruits and seeds formation، تكوين الثمار والبذور. عندي اربع حاجات تعتبر من الفانكشنز اوف فلاور. نبدا بالفورميشن اوف بولين جرينز. زي ما احنا شايفين ادي عندي الانسر، ده طبعا انسر لنبات اسمه ليلي بلانت، بيكون بيتميز من الانسر بتاعتها لارج ان سايز. هدخل عندها 4 sacs، وده بيجي لنا كتير في اسئله في مسائل، دايما لما يقول لي عدد السبور مادر سيل في كيس واحد ابقى عارف ان الانسر مكون من 4 sacs. تمام. اللي موجود جوه قبل النضج بيفور ماتوريشن بيبقى اسمها سبور مادر سيل، لكن لما يحصل نضج للانسر، يحصل ماتوريشن للانسر، هيبقى اللي جواها اسمه بولين جرينز. يبقى انا خلي بالي في السؤال بيقول لي بيفور ولا بيقول لي افتر. لو قال لي الانسر الخلايا اللي جواه في فور ماتوريشن اسمها ايه؟ يبقى اسمها سبور مادر سيلز. لو قال لي افتر ماتوريشن يبقى اسمها بولين جرينز. طيب السبور مادر سيل 2N هتعمل ميوتيك ديفيجن، يعني ميوزس ديفيجن، وتديني 4 microspores. كتير جدا بينسوا كلمه microspore، طبعا كل واحد فيهم N، لان ده انقسام ميوزي. هيديني 4 خلايا، كل خليه هيحصل فيها، بص هنا، نيوكليك ديفيجن. نيوكليك ديفيجن يعني انقسام النواه، بس انقسام نوعه ايه؟ ميتوزس. يبقى فورميشن اوف بولين جرينز بيبتدي بالميوزس الاول، وبعد كده يحصل ميتوزس. بس ميتوزس لمين؟ للنيوكليس اللي موجوده جوه المايكروسبور. فيديني 2 nuclei، نواه اسمها جنريتيف نيوكليس اللي هي النواه المولده، ودي هتكون N، وتيوب نيوكليس هتكون برضو N. وطبعا البولين جرين هيحيط نفسه سراوند اتسلف بثيك كوت عشان يحمي نفسه، بروتكت اتس كومبوننت فروم ذا انفايرمنتال كونديشنز، من الظروف البيئيه.
وبعدين بيحصل ان تتمزق او بيحصل رابترينج للانسر ويحصل ريليزنج للبولين جرينز ان ذا اير. نيجي للاوفيولز وبرده نفس الحكايه، هيحصل ميوزس الاول وبعدين ميتوزس. خلاص هنا هيبقى عندي ادي الكاربل، دي اسمها كاربل بس انا هتكلم عن الاوفري، خلي بالك دي كلها اسمها كاربل. تمام، هدخل جوه ايه الاوفري، هبص الاقي ان انا عندي انتفاخ كده اسمه سبور مادر سيل. هنا لما كنا بنتكلم عن البولين جرين يا شباب كنا بنقول في لارج نمبر اوف سبور مادر سيل ان ذا انسر، وطبعا موجودين في فرصة. لكن لما اجي اتكلم عن الاوفري انا عندي سبور مادر سيل واحده لكن كبيره في الحجم، لارج سبور مادر سيل، دي هتعمل ميوتيك ديفيجن يعني ميوزس ديفيجن، فتديني 4 سيلز 3 اوف ذم هيحصل لهم ديجنريت وواحده الخليه الرابعه او ذا فورث ريمينز هتبقى، تبقى علشان تديني كيس هنسميه امبريونيك ساك. تمام، هيبقى فيها نواه، النواه دي او النيوكليس دي ان. طيب ايه اللي هيحصل للنواه بتاعه الامبريونيك ساك؟ هيبتدي تبتدي انها تنقسم بالميتوزس 3 تايمز، يبقى هنا النواه دي هيحصل لها ميتوزس ديفيجن 3 تايمز. تمام، يبقى عندي كام انقسام هنا؟ حصل 4، الاول ميوزس وبعدين 3 ميتوزس. لما هيحصل انقسام الخلايا دي هيبقى عندي 8 نيوكليي، 8 نيوكليي المفروض هلاقي 3 هيبقوا موجودين فوق و3 موجودين في the opposite pole وفي النص في 2 نيوكليي. التلاتة اللي فوق واللي تحت هسراوند اتسلف بممبرين وسيتوبلازم، يبقى هيتحولوا من نيوكلياي الى سيلز. تمام، اما اللي في النص هيفضلوا نيوكلياي زي ما هم. التلاتة اللي فوق هنسميهم انتي بودل. تمام، والتلاتة اللي تحت اللي في النص دي هي اللي هنسميها الاج اللي هي الفيميل جاميت، والخلايا اللي على الجانبين بنسميها سينرجيد سيلز، الخلايا المساعدة. خلاص كده، ما ننساش ان في نسيج اسم نيوسيلس بيحيط او سراوند ده امبريونيك ساك الكيس الجنيني. تاني في، وطبعا في بدايه تكوين السبور مادر سيل كان في عندنا حاجه اسمها فانيكل، الفانيكل ده عباره عن عنق بيربط الجزء اللي هو السبور مادر سيل بالاوفري عشان عمليه النيوتريشن التغذيه. يبقى كان عندي الاول فانيكل، بعد كده في نيوسيلس اللي هي نيوتريتيف تيشو هيكون بيحيط او سراوند ده امبريونيك ساك. كده اصبح عندي شكل المبيض از ماتيورد وجاهز ان يحصل له عمليه فيرتلايزيشن. تمام، عندي الاج جاهزه في النص وعندي فتحه موجوده، لان لما حصل ان الاوفيول حصل لها انها اتغلفت او از انكلوزد كان في مكان هو ده اللي ما حصلوش انه اتحط بالانتيجمنتس اللي هي الاجزاء او الاغشيه اللي كانت حوالين الاوفيول. المكان المفتوح ده اسمه مايكروبايل اللي بيسموه بالعربي النقير، دي فتحه موجوده وهتلاقي الفتحه دي راسا بتودي على الاج اللي هي المفروض الفيميل جاميت عشان يسمح بعمليه الفيرتلايزيشن. ودايما يسالني المايكروبايل وظيفته ايه؟ وظيفته فيرتلايزيشن عشان يدخل الميل نيوكلياي. اتنين، ممكن يبقى المايكروبايل معايا في البذره فهيبقى وظيفته ساعتها جيرمينيشن، انه allow the passage of water into the embryo. نيجي هنا للاج سيل ريبريزنت فيميل جاميت، وما ننساهاش ان الاج البيضه هي اللي تمثل المشيج المؤنث او الفيميل جاميت. البولينيشن والفيرتلايزيشن، البولينيشن هو انتقال وترانسفيرنج ذا بولين جرينز، البولينيشن هو انتقال حبوب اللقاح الى الاستيجما. تمام، تمشي من تسيب الانسر وتروح للاستيجما بتاعت الفلاور. عندي طرق كتير جدا لانتقال البولين جرين، ممكن عن طريق الاير، ممكن عن طريق الانسكتس الحشرات، الووتر زي ما شفنا في البوليبوديوم، ممكن عن طريق المان الانسان. هل البولينيشن مهم؟ ايوه يا فندم مهم، وظيفته حاجتين. اول حاجه بروفايد ذا فلاور، هيمد الزهره بالميل جميت، نص المعلومات الوراثيه عنده. اتنين، ان مجرد وصول البولين جرين على الاستيجما ده بيعمل استيميوليت للاوفري ان هو يبدا ينتج وبروديوس ذا اوكسنز اللي هي هتبدا تحول الفلاور الى فروت، الثمره
هي عبارة عن الزهرة. طب ازاي او الاوفري تحول الى المبيض اللي موجود في الزهرة، الاوفري بيتحول الى فروت، ثمرة. طيب ازاي؟ عن طريق الاوكسنز. طب مين اللي هيخلي الاوفري يبتدي يفرز الاوكسنز دي؟ البولينيشن او ذا بريزنس اوف بولين جرينز. ده شكل لانواع البولينيشن. في عندي سيلف بولينيشن وفيها يحصل ترانسفيرنج للبولين جرين من الانسر بتاع الزهره للاستيجما بتاعت ذا سيم فلاور، نفس الزهره. لكن كروس بولينيشن اللي هو بنقول عليه تلقيح خلطي، تمام، ده بتنتقل ويحصل ترانسفيرنج للبولين جرين فروم flower to another flower which is present in other plants، موجودة في نبات آخر بس من نفس النوع، يعني نباتين ولكن الاثنين يعتبروا برتقال، الاثنين يعتبروا ليمون. ما بجيبش مثلا بدنجان معكوسة واقول هيحصل cross pollination، مش هينفع. لازم يتنتقل حبوب اللقاح لزهرة من نفس النوع the same species. في الحالة دي بقول على التلقيح ده او البولينيشن ده اسمه cross pollination. Fertilization الإخصاب بقى، خلي بالك إن أنا عندي حاجة اسمها double fertilization، تمام، إخصاب مزدوج، وعندي triple fusion، عندي اندماج ثلاثي، وعايزين نعرف الفرق بينهم. بص يا سيدي، بالنسبة لل double fertilization إيه اللي بيحصل؟ أنا عندي أول حاجة في the first male nucleus النواة الذكريه الاولى اللي هي بتبقى ان بتتحد مع الاج، نيوكليوس اوف اج، تمام، وانا عارف ان الاج دي كمان النيوكليوس بتاعتها ان، حلو جدا، يبقى هيطلع لي ايه؟ زيجوت. كام ان؟ 2 ان. وهيكمل الزيجوت ده ويديني امبريو الجن، حلو جدا، وبرضه هيبقى 2 ان. ده اول اخصاب، عشان كده بقول ايه؟ دبل فيرتلايزيشن. طب تاني واحد، السكند ميل نيوكليوس النواة الذكرية الثانية ان برضو هتتحد مع ايه؟ مع التو نيوكلياي ان ذا امبريونيك ساك، نواتين اللي موجودين في الكيس الجنيني. هما فين دول؟ اهم ارجع اوريهم لك تاني، اهو في عندنا نواتين اهم في النص اهم، بقول عليهم دول البولر نيوكلياي او التو نيوكلياي اوف امبريو ساك، يعني نواتا الكيس الجني. طيب هيدوني ايه دول؟ دول هيدوني اندوسبيرمك نيوكلس. كم ان؟ ما هو التو نيوكلياي كل واحده فيهم ان، ماشي، بس هما كانوا واحدة اتنين، يبقى معايا كام ان؟ اتنين، وواحدة هنا بتاعت المين نيوكليس يبقى تلاتة، يبقى انا معايا اندوسبيرميك نيوكليس، انواع اندوسبيرمية بنقول عليها تلاتة ان. طيب هتتحول الى ايه؟ الى نسيج اسمه اندوسبيرميك تشو، وده هيكون نسيج ثلاثي. هنا اندمجت كام نواة يا شباب؟ تلات انواع، عشان كده بنقول على الفقرة دي انها تريبل فيوجن، تمام؟ تريبل فيوجن ليه؟ لانها عمليه ال 2 نيوكلياي اوف بولين جرينز ويز 2 امبريونيك ساك فروم ذا اندوسبيرم نيوكليوس. بتعمل ايه؟ عندي واحده من الميل الثانيه يعني، او واحده من الانويه الذكريه اتحدت مع النواتين بتوع الكيس الجنيني الامبريو ساك وادتني حاجه اسمها اندوسبيرم تشو. بص بقى ده الدبل فيرتلايزيشن. بس قبل ما ناخد الدبل فيرتلايزيشن، عندي هنا دي حاجات المفروض هنا هتسقط حبه اللقاح البولين جرين هنا. طب لو تسقط حبه اللقاح دي هنا المفروض انها هتنبت. طب الانبات ده هيكون ازاي؟ خلي بالك من الكلمه دي، وانا بحل بلاقي ناس بتتلخبط بين كلمه جيرمينيشن وكلمه فورميشن. تكوين حبه اللقاح اللي احنا قلناها من شويه بيحصل ميوزس وبعد كده مايتوزس، ده حاجه. الانبات حبه اللقاح لما تسقط حبه اللقاح او البولين جرين على الاستيجما، دي المراحل بتاعه الانبات. كانت كده حبه اللقاح فيها جنريتيف وفيها تيوب نيوكليوس، هتبدا يطلع لها قناه اسمها بولين تيوب، خلاص القناه الانبوبيه دي او قناه اللقاح، وهيبتدي طبعا يحصل انقسام. دي وظيفتها التيوب نيوكليوس انها تعمل البولين تيوب، الانبوبه بتاعه اللقاح.
طب الجنريتيف نيوكليوس اللي هي ان دي هتنقسم تاني بالميتوزس تمام، وتديني تو مين نيوكلياي. يبقى التو مين نيوكلياي دول اصلهم مين؟ الجنريتيف نيوكليوس، وكل واحده منهم هتبقى ان. خلاص. طبعا التي كول احنا عارفينه لانها محاطه بجدار سميك، والسيتوبلازم اللي موجود داخل البولينجرين. طب دي هتروح فين؟ الناس بقى تقعد شغله نفسها، طيب التيوب نيوكليس هتروح فين؟ هيحصل لها ديجنريت، مجرد ما يطول القناه يبقى عندي بولين تيوب خلاص وظيفتها انتهت، هيحصل لها ديجنريت. مين اللي هتفضل معانا؟ الجنريتيف نيوكليس، وهي دي اللي هتنقسم بالميتوزس وتديني تو ميل نيوكلياي. طيب الفروت فورميشن، لا قبل ما ناخد الفروت فورميشن نرجع بقى للحته بتاعتنا. هنا انا عندي حبه اللقاح سقطت اهي، وده اسمه بولين تيوب ماشي في الستايل، هنوصل للاج تمام. هيحصل دبل فيرتلايزيشن، انا لسه كاتباه معاك، عندي فيرست ميل نيوكليوس نواه ذكريه هتتحد او يحصل فيوجن بينها وبين الاج، والثانيه بينها وبين التو امبريونيك ساك نيوكلياي نواه الكيس الجنيني، فيطلع عندي اندوسبيرميك نيوكليوس 3 ان، ويطلع عندي زايجوت ان كده، تمينا حاجه اسمها دبل فيرتلايزيشن. طيب الفروت بقى والسيد فورميشن، النوع اللي بيتحول الى ثمره اتفقنا اللي هو مين؟ الاوفري. بيخزن ستورز فود، انكريزس ان سايز بيزيد في الحجم، وايدنس ينضج، ومكونا الايه؟ الثمره. ذا اوفري سمول بيتحول الى البريكارب، جدار المبيض يتحول الى غلاف الثمره. ما هي اصلا المبيض او الاوفري هيبقى فروت، يبقى الغلاف بتاعه يبقى بريكارب غلاف الثمره. بس انا بلاقي في بعض الثمار بنطلق عليها كلمه فولس فروت، لان انا قلت ان مين اللي هيتحول الى فروت يا جماعه؟ الاوفري. طب لو في اجزاء تانية هي اللي تشحمت وكبرت في الحجم وتضخمت غير الاوفري، في الحاله دي مش هقدر اقول عليها ترو فروت، هقول عليها فولس فروت. وهنا لو حصل ان اديس فروت ثمره فاكهه بيحصل فيها تضخم وانلارجمنت لاني بارت اكسبت اوفري، اي جزء فيها يتضخم ما عدا الاوفري، في الحاله دي مش هقدر اقول عليها ترو فروت، هقول عليها فولس فروت. زي الابل مثلا، عندنا الريسبتكل هو ده اللي بيحصل له انلارجمنت ويديني الثمره او ثمره التفاح، فبقول عليها فولس فروت. والبير برضو الكوميتر. تكوين البذور، انا طبعا بعد ما يحصل عمليه الدبل فيرتلايزيشن السينرجيت سيل بيحصل لها ديجنريت، والانتيبود اللي بيحصل لها ديجنريت. مين اللي بيفضل معانا؟ الباشا المايكروباي. ليه يا عم؟ انا مهم جدا، انا دوري حاجتين، كان ليا دور في عمليه اسمها فيرتلايزيشن، واظن حضرتك شفت لان انا سمحت بدخول الميل نيوكلياي، وكان ليا دور في الجرمينيشن الانبات، البذور هتنبت ويسمح بدخول الميه عن طريق المايكروباي تمام. ذا اوفيور وولز، جدار الايه؟ البويضه تمام. انا عندي مبيض جداره بقى اسمه بريكارب، وهنا الجدار بتاع الايه؟ الاوفيول هيبقى اسمه تستا. اندوسبيرميك سيدز، البذور الاندوسبرميه فيها ده الجنين بيكون بيحتفظ بالاندوسبرم، وده بيكون في المونو كوتيليدون. خلاص. وفيها بقى لو انا جبت رسمت رسمه قبل دي اج، وده اوفيول، وده اوفري. طيب حصل فيرتلايزيشن، هبص الاقي ايه؟ الاج هتبقى زايجوت، جميل جدا. هيحصل فيوجن، التحام ما بين الجدار والول اوف ايه؟ اوف اوفيول والول اوف اوفري تمام، ويدوني حاجه اسمها جرين، الحبه او سنجل سيدد. وهنا بيفضل باقي الاندوسبرم زي بالظبط كده، حبه الايه؟ الذره اللي احنا بنعملها في شار. هنا ده النسيج اللي هنا اسمه اندوسبرم، ده حصل فيوجن اتحاد between wall of ovary and wall of ovule. ماشي كده الكلام ده؟ after fertilization. تمام. هنا بقى
الجنين او الابري بتاع البذور او الدايكوتيليدون بيخلص على كل الايه الاندوسبرم، تمام، زي البين زي البي بلانت. طب ويضطر النبات والبلانت انه ستور انذر تايب اوف فود بس ايه ده كوتيليدونز، تمام. طب تعال نشوف قبل الفيرتلايزيشن، عندي الاج وعندي الاوفيول وعندي الاوفري، تمام. يبقى احنا اتفقنا اوفري اوفيول اج. ايه بقى افتر فيرتلايزيشن؟ ده الموضوع حاجة تانية خالص. ايه بقى ده؟ الاج ده هيبقى امبريو، والاوفيول هيبقى سيد، والاوفري هيبقى فروت. طب الجدار هيبقى بيريكارب. طب والورف اوفيول هيبقى اسمه تستا، تستا يعني غلاف البذرة. ده لما نقول حصل after fertilization. مين المثال على كده؟ المثال على كده البين، البي بلانت، البسلة. هي المثال على المونوكوتيليدون مين؟ عندنا ميز، الذرة، تمام، عندنا القمح، تمام. ودي خلي بالك اندوسبرم هيبقى الامبريو، الجنين بيحتفظ وكيب ذا اندوسبرميك تشو. اكس اندوسبرميك معناها كان عنده اندوسبرم وخلصه، خلاص كان عندنا وخلص. طب هنعمل ايه؟ ازاي هيكمل من غير ما يكون عنده غذاء الجنين؟ امال لما يحصل جيرمينيشن هيجيب غذاء منين؟ قالك مش مشكله، هنعمل نوع اخر من الغذاء والغذاء ونخزنه في الكوتيليدونز. كلمه كوتيليدونز يعني الفلقات، خلاص. نيجي بقى there are some fruits which keep some parts of the flower for example. فنجانيت اللي هو الرمان، عندي leaflets of calyx اللي هي أوريقات الكأس ممكن تكون موجودة، stamens ممكن تكون موجودة في الرمان، eggplant اللي هو البدنجان، تمام. شوفوا الحتة دي كده، هي دي الجزء اللي بيبقى بنقول فيه قش كده كتير اللي هو بيقول عليه الستامنز، تمام. وبيتبقى برضو جزء من الايه من الكالكس. الايج بلانت والديت فوت اللي هو البلح بيبقى معانا الكالكس، مارو اللي هو الكوسة بيبقى موجود معانا الليفلتس الوريقات بتاعة الكورولا، تمام. عندنا ظاهرة اسمها بارتينو كاربي بيسموها الاثمار العذري، وهي ليست نوعا من التكاثر، is not type of a sexual reproduction، ولكنها ظاهرة موجودة ان ممكن اكون ثمرة ولكن من غير ما يحصل fertilization. طب لما حصلش fertilization يبقى الثمرة دي ناوية تطلع ايه؟ تطلع الثمرة بدون بذور، divide of seeds. في عندي كم نوع من انواع البارتينو كاربي؟ اتنين، natural بارتينو كاربي زي البنانا وزي الباين ابل اناناس، artificial بارتينو كاربي الاثمار العزلي الصناعي. وهنا بقى الانسان هو اللي هيتدخل، هيرش الايه؟ هيرش الاستيجما بتاعه الفيميل فلاورز بالاكستراكشن اوف بولين جرينز، مستخلص حبوب اللقاح اللي هو عباره عن باودر دايب في الايثير كحول، او هيستخدم واحد من الاوكسنز، واحد اسمه اندول اسيتيك اسيد، واحد اسمه نفسول اسيتيك اسيد، عشان يعمل ستيميوليت للفلاور انها تتحول الى فروت وذاوت سيدز، تمام. يبقى تاني بارتينو كاربي is not type of a sexual reproduction، لكن هيتكون ثمرة without fertilization، هيحصل formation of fruits without fertilization، وده هيخليني عندي ثمار بدون او fruits without seeds. عندي نوعين من عند ربنا سبحانه وتعالى في natural بارتينو كاربي اللي هو زي البنانا والباين ابل، الموز والاناناس، artificial بارتينو كاربي الانسان هو اللي هيحب يتدخل علشان يحصل على ثمار بدون بذور يريح دماغه، فيعمل ايه؟ هيرش الاستيجما. زمان كان في سؤال كده جاي في امتحان ثانويه عامه كان ايام الجيف ريزون، فبيقول له ايه وات هابنز اف، متى يحدث لو حصل سبرينج للميل فلاورز؟ نوثينج هابنز، مش حاجه هتحصل، لان انا هرش الميل فلاورز. هو انا لازم ارش مين؟ ارش الفيميل فلاورز اللي عندها اوفري، عشان الاوفري تبتدي يفرز اوكسنز وتتحول الى فلوس، تمام.
فنخلي بالنا عشان الطالب كان بيحافظ مش فاهم، اول ما يلاقي كلمه سبرينج بيرشوا اندول اسيتيك اسيد او نافثول اسيتيك اسيد او بينرش الباودر بتاع البولين جرينز اللي هو دايب او ديسولفد ان ذا ايثير الكول، فريرة يكتب على طول حصل artificial partenocarpy، تبقى الإجابة خاطئة. أنا ممكن يجي لي نفس السؤال بيحط لي اختيارات وأنا علي أن أنا أختار الاختيار السليم. فلو أنت لسه حافظ ومش فاهم، مجرد ما هتلاقي كلمة spring هتجري تقول هيحصل artificial partenocarpy، ومش هتختار الجملة اللي بتقولك nothing happens أو no formation of seedless fruits. reproduction in human being، التكاثر في الإنسان. تكاثر في الانسان طبعا هنبدا نعرف معلومه احنا خدناها اصلا في سنين 1 ان احنا من رتبه او اوردر اسمها ماميليا الثدييات، تتميز بان التكوين الجنيني والامبريونيك ديفلوبمنت بيحصل جوه اليوترس جوه الرحم. طبعا البويضه بتاعتنا بتكون او بويضات الماميليا او كل الليفينج اورجانيزم اللي هي بيلونج تو ماميليا بتكون سمول صغيره ونيرلي ديفايد اوف يلك، يعني فيها كميه قليله جدا من الغذاء اللي هو بنسميه يلك، الغذاء اللي موجود جوه البويضه بتوع العربي بيسموه المح، احنا بنقول عليه يلك. لانه بعد كده الجنين بيطلع له حاجه اسمها امبليكال كورد وبيتغذى عن طريق الامبليكال كورد والبلاسينتا، فمش محتاج ان تكون البويضه فيها كميه كبيره او لارج اماونت اوف يلك. ايه هو اللانك اللي احنا بنتكلم عنه؟ عباره عن ستورد فود، طعام مخزنا داخل الاوفا داخل البويضات، upon which عليه the embryo depend during its development، بيعتمد عليه الجنين كنوع من الغذاء اثناء التطور الجنيني. نيجي للميل جينيتال سيستم، وده شكل فرونتال وده شكل لاترال جانبي للميل جينيتال سيستم. طبعا بيكون من التستس، بيكون من الفاس ديفرنس، تو فاس ديفرنس، تو تستس، في عندنا تو ايبيديدمس، دول اسمهم ايبيديدمس اللي هم موجودين ات ذا بيز اوف ذا تستس. طبعا في عندنا اكسسوري جلاندز، عندنا تو كوبرز جلاندز يعني غدتا كوبر، عندي بروستات جلاند واحده بس، عندي تو سيمينال فيسيكلز يعني عندي اثنين تو سيمينال فيسيكلز، تمام؟ يبقى السيمينال فيسيكلز دي في منها اتنين اهمت خلاص، البروستات جلاند هي واحده بس، وطبعا في اليوريترا، وطبعا عندنا وعاءين ناقلين اللي احنا بنقول عليها التو فاس ديفرنس، الابيديدمس اتنين لان على كل تستس، تمام؟ واليوريترا اللي هو مجرى البول اللي موجود داخل الميل اورجن البينوس. ماشي كده الكلام؟ طبعا دي جزئيه ملهاش اي علاقه ب التكاثر اللي هي البلادر، يونري بلادر اللي هي المثانه البوليه، وده اليوريتر اللي هو الحالم. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن ان احنا عندنا تو سيمينال فيسيكلز، تو كوبرز جلاند، وواحده بروستات جلاند. تعالى بقى نشوف برضه هنا في الرسمه دي، القولون ملوش علاقه بالميل جينيتال سيستم، مش من ضمن التركيب، ولا اليورينري بلادر من ضمن التركيب، تمام؟ فنخلي بالنا لما يجي يقول لي يجيب لي رسمه يقول لي مين الاورجنز او الستراكشرز اللي مالهاش علاقه بالميل جينيتال سيستم. ادي المكونات زي ما احنا قلنا، تو تستس، تو ايبيديدمس، تو فاس ديفرنس، تو فاس ديفرنشيت، والجينيتال اكسسوري جلاندز، والبينس. ايه الفانكشن؟ فانكشن ان هو ينتج لي سبرم وينتج لي هرمونات الذكريه او الميل سكندري سكس هرمونز، ميل سكندري سكس هرمونز اللي هو التستوستيرون والاندروستيرون. ودول مسؤولين بقى عن الديب فويس، الصوت يخشن شويه، العضلات تبقى قويه، السترنس الماسل سترنس، الظهور او ابييرنس اوف هير ان ذا سيرتن بارتس ان ذا بودي زي شعر الدقن. هنا بناخد قطاع عرضي للتستس، تمام؟ والتستس دي تتكون من مجموعه او جروب من السيمينيفرس تيوبولز من الانابيب المنويه، والانابيب المنويه دي بيتخللها خلايا اسمها interstitial cells هي المسؤولة عن إفراز الهرمونات الذكرية اللي هي التستوستيرون والأندروستيرون. يبقى ده التركيب بتاع التستس، السيمينيفرس تيوبولز والinterstitial cells. ما تنساش كمان ان بيتخلل داخل الأنابيب او السيمينيفرس تيوبولز، خلينا نكتبها جنبها، خلايا اسمها سيرتولي cells، وسيرتولي cells دي مسؤولة عن تغذية ونورشمنت ده sperm inside that testis. يبقى انا حتى لو انا جيت رسمت رسمه يعني ابسط شويه من اللي قدامنا، بتترسم كده كل دي هنا انابيب
او سيمينيفرس تيبيولز انابيب منويه كده، والمفروض ان هنا هيتخللها مجموعه من الخلايا اسمها انترستيشيال سيلز. هنا انترستيشيال سيلز، حلو الكلام. تعالى ناخد بقى فاصيه كده، فبص الاقي في عندي هنا خلايا، الخلايا دي بنسميها سيرتولي سيلز، تمام. وهنا بقى جدار او الوول اوف تستس هيبقى مليان بالبرايمري جيرم سيل، ويبقى في مجموعه الخلايا اللي هم كاتبينها لنا هنا، بيبقى عندي سبرماتوجونيا وبرايمري سبرماتوسايت وسكندري سبرماتوسايت والسبرماتيد، وفي اخيرا بيكون السبرم. ودايما بلاقي السبرم موجود عند منطقه السيرتولي سيلز، لان هنا هو مسؤول عن التغذيه. فبص الاقي دايما حوالين السيرتولي سيلز بيكون في السبرم. والإبيديدمس اللي هو عبارة عن كايلت تيوبيول، أنابيب ملتفة موجودة أو at the base of testis، دي علشان تخزن وستور ده سبيرم. خد بالك إن السبيرم التستس بتنزل في نهاية الشهر التاسع من الحمل. لو الست حامل في جنين ذكر، بينزل من التجويف البطني للبيبي، الأبدومينال كافيتي بتاعت الأمبريو بتاعت الجنين، بتنزل التستس لكيس خارجي اسمه سكروتوم او سكروتال ساك، عشان يحصل عمليه اسمها سبرماتوجينيسيس، عمليه تكوين الحياه المنويه لا تحدث داخل التجويف البطني، لانها نيد كول كونديشنز، يعني ظروف ابرد شويه من درجه حراره الجسم. اللي بيهيئ درجه الحراره المنخفضه هو السكروتوم او السكروتال ساك. عندنا سبرماتوجونيا، ده طبعا قبلها في كمان برايمري جيرم سيل موجوده في، خد بالك، جيرم سيل، ودي موجوده في الوول اوف تستس تو ان، ماشي. بعد كده هتنقسم بالميتوزس فتديني سبرماتوجونيا هي كمان تو ان، وبعدين هتديني البرايمري سبرماتوسايت بالميتوزس، برايمري سبرماتوسايت، يبقى هنا كان في انقسام او ديفيجن، برايمري جيرم سيل تتحول الى سبرماتوجونيا، سبرماتوجونيا هتتحول الى برايمري سبرماتوسايت عن طريق النمو او تور او ستيج اسمه جراث، نتيجه انها تكبر في الحجم شويه. بعد كده البرايمري سبرماتوسايت ال 2N هتبدا تحصل لها ميوزس، تمام، فتديني سكندري سبرماتوسايت ال N، وبعدين تعمل ميوزس 2 فتديني سبرماتيد هي كمان N، وبعدين ندخل في مرحلة اسمها ميتامورفوسيس اللي هي التشكل، وتديني السبرم، والسبرم هتكون N. وطبعا المرحلة دي اسمها ماتيوريشن. انا عندي اربع مراحل في السبرماتوجينيسيس، مالتيبليكيشن، جراث، بعد كده مرحلة الماتيوريشن، وبعد كده مرحلة الميتامورفوسيس التشكل النهائي اللي بتتحول فيها السبرماتيد الى سبرماتوزوا من غير انقسام، من غير حاجة خالص، تتحول سبرماتيد ان الى السبرم ان، زي ما تحولت هنا السبرماتوجونيا الى برايمري سبرماتوسايت برضو without division. نيجي للسبرماتوجينيسيس ستيجز اللي احنا لسه كنا بنقولهم، مالتيبليكيشن، جراث، والماتيوريشن، والميتامورفوسيس التشكل. السبرم زي ما احنا عارفين ان هو pointed، الراس بتاعته عنده head، عنده النك اللي فيها التو centrioles، عنده الميت بيس اللي فيها الميتوكوندريا، وعنده التيل اللي هو وسيله او way to move. بيعيش السبرم من 2 الى 3 ايام داخل الفيميل جينيتال سيستم عند الانتقال، دي مده حياته. الذكر لازم في each ejaculation كل مره بيحدث فيها انتاج او قصف للسبرم، بينتج من 300 مليون الى 500 مليون 300 to 500 مليون سبرم. ليه كتير كده؟ علشان هم شير ان ذا ديسولفينج ذا ميمبرين اوف اوفم باي سيكريشن اوف هيالورينيديز انزيم اللي بيطلع من جزء اسمه اكروسوم الجسم القني، تمام. طبعا لما بيحصل فيرتلايزيشن اللي بيدخل الى داخل البويضه هو الهيد والنك بس، خلاص هما دول بس اللي بيدخلوا الى داخل البويضه. ده تركيب السبرم عباره عن هيد ونك وميت بيس وتيل. ما ننساش الاكروسوم اللي بيقولوا عليه الجسم القمي، هو المسؤول عن افراز وسكريشن اوف هيالورينيديز انزيم، والهيالورينيديز انزيم مسؤول او از ريسبونسبل فور ديسولفينج ذا ميمبرين اوف اوفم to perform the fertilization. في male genital system، الجهاز التناسلي الانثوي زي ما احنا شايفين، شكل frontal وشكل lateral، بيتكون من two ovaries، تمام، بيتكون من two fallopian tubes، بيتكون من
الرحم اليوتيرس اللي بيحصل فيه امبريونيك ديفلوبمنت، والسيرفكس اللي هو عنق الرحم، والفاجينا. قبل ما ادخل في الفيميل جينيتال سيستم عايز اكد على حاجه برضو، ان الاكسسوري جلاندز اللي موجوده في الميل جينيتال سيستم لها دور في تكوين السائل المنوي. تمام، الاكسسوري جلاندز اللي هي البروستات جلاند والتو سيمينال فيسيكلز والتو كوبر تو كوبرز جلاند مسؤولين ان هم يعملوا سائل منوي في الكالاين فلويد، يعني سائل قلوي، علشان يوتيلايز ذا اسيديتي اوف يوريثرا، يعادل حموضه اليوريثرا اللي هو مجرى البول، وكمان في انتاج للفراكتوز. احنا عندنا السيمينال فيسيكل بتنتج مادة غذائية تحتوي على سكر الفراكتوز، ومن نعمة ربنا انها سكر الفراكتوز. ليه؟ علشان الفراكتوز doesn't need the presence of insulin، فيدخل على طول الى الخلايا بتاعت السبرم ويحدث عملية الحرق على طول، ويتم انتاج الطاقة اللازمة علشان movement of the sperm. تمام؟ عشان بس لما اقول كلمة سمن تبقى فاهم ان السمن ده يحوي او بيتكون او contains of sperm and fluid. السائل بقى يحتوي على alkaline fluid ويحتوي على الفراكتوز. نرجع بقى للفيميل جينيتال سيستم اللي هي الاجزاء تو اوفرز، والتو اوفرز مسؤولين عن انتاج الاوفا، وطبعا افراز هرمونات الانثوية او الفيميل سكس هرمونز زي الاستروجين والبروجسترون. تو فالوبيان تيوبس اللي بيحصل فيها عملية الإخصاب والفيرتلايزيشن في الانتيريور ثيرد بارت أوف فالوبيان تيوب. اليوتيرس اللي بنقول عليه ماسكولار ساك، كيس عضلي بيحصل فيه امبريونيك ديفلوبمنت. فاينالي الفاجينا اللي هو الوسيلة أو الطريق علشان دخول أو انترينج ده ذا انتري أوف سبيرم تو ذا فيميل جينيتال سيستم. الوظيفة زي ما أنا قلت أهو إنتاج البويضات، ده وظيفة الفيميل جينيتال سيستم. سكريشن أوف فيميل سكس هرمونز، مكان آمن عشان يحصل عملية الفيرتلايزيشن، مكان آمن أو بروفايدنج سيف بليس علشان يحصل امبريونيك ديفلوبمنت تيل بيرث. وتعالى ناخد تي اس ان اوفري. طبعا القطاع العرضي في الميبيا بيوضح لي ان احنا عندنا جرافين فوليكل. جرافين فوليكل دي بتتكون، انا بيوريك المراحل يعني بتاعه التكوين لحد ما نوصل لجرافين فوليكل. جرافين فوليكل المسؤول عن تكوينها هرمون اسمه اف اس اتش. تمام، وتنطلق البويضه او بيحصل ريليزنج للاوفم، تتحول الجرافين فوليكل الى كوربس ليوتيوم. المسؤول عن تكوين الكوربس ليوتيوم هو ال اتش، بيحول الجرافين فوليكل الى كوربس ليوتيوم. لو الكوربس ليوتيوم حصل له ديجنريت تبقى دي عباره عن منستر سايكل عاديه جدا، لكن لو فضل شويه معانا لمده 3 شهور يبقى احنا كده معانا سيده او فيميل از بريجننت، حامل. تمام، اوجينيسيس زي ما شرحنا السبرماتوجينيسيس نفس الفكره بتاعته في الاوجينيسيس مع اختلاف بسيط، ان انا كنت بقول السبرماتوجينيسيس اربع حاجات او اربع مراحل: المالتيبليكيشن، الجراس، الماتوريشن، ميتامورفوزس. ما عنديش ميتامورفوزس في الفيميلز. تمام، يبقى هم عندي 3 ستيجز. الاوفم بتمر طبعا عندي برايمري قبل الاوجونيوم، في عندي برضو برايمري جيرم سيل موجوده في الوول اوف اوفري، ودي بتكون 2N. هتعمل مالتيبليكيشن فهتديني اوجونيوم، ودي بتكون 2N، والبرايمري جيرم سيل بتكون 2N، يبقى هنا دي مرحله اسمها مالتيبليكيشن. طيب بعد كده في مرحله تانية اسمها جراس. تمام، يبقى الجراس هيحصل فيها تكوين البرايمري اووسايت، ودي هتكون 2N. بعد كده هيبدا مرحله الماتوريشن. كل ده بيحصل للفيميل وهي جنين في بطن امها، يعني وهي في الامبريونيك ستيج في مرحله الجنينيه. هيتكون عندي السكندري اووسايت اللي هي في الميوزيس 1 اللي هي هتكون ان. تمام، الميوزيس 2 مش بيحصل الا لما بيدخل السبرم للاوفم، عشان كده بقول ان الميوزيس 2 بيكون كونديشند ديفيجن، يعني انقسام مشروط، مشروط بدخول السبرم. يدخل السبرم تتحول السكندري اوسايت الى ماتيورد اوفم. طبعا الثلاثه بولر بادي دي كل واحده فيهم ان، ولكن بيحصل لهم ديجنريت عشان في الاخر احصل على بويضه كبيره جدا مليانه بالسيتوبلازم. بيوضح لي هنا ان الاوجينيسيس ستيجز عباره عن مالتيبليكيشن، جراث ستيج، ماتوريشن ستيج. ما عنديش مرحله اسمها ميتامورفوسيس في الاوجينيسيس. Structure of ovum يعني تركيب البويضة، عبارة عن كتلة من الخلايا زي ما انتم شايفين مرتبطة ببعضها كده، مرتبطة ببعضها
اسيد. الاسيد ده اسمه هيالورينيديز، هيالورونيك اسيد، هيالورونيك اسيد، خلي بالك وانا اتلخبط. هيالورونيك اسيد هو المسؤول عن التحام والتصاق الخلايا ببعضها في الاوفم، لكن المسؤول عن اذابه هذا الالتصاق هو الهيالورينيديز انزيم اللي بيطلع من الاكروسوم. يبقى انا معايا هيالورونيك اسيد ومعايا هيالورينيديز انزيم، هيالورينيديز انزيم بيطلع من الاكروسوم ان ذا سبيرم، هيالورونيك اسيد هو المسؤول عن ان تكون الاوفم متماسكه والخلايا بتاعتها ادجيسنت سيلز، خلايا متلاحمه ومتقاربه طبعا مليانه بالسيتوبلازم. هندخل بقى على البريدنج سايكل، بنقول عليها دوره التزاوج، وهي فتره بيحصل فيها اكتيفيشن للاوفري، خاصه لما توصل الفيميل لمرحله البلوغ تبقى ادلت فيميل. البيريودز او الفترات دي بتكون سينكرونايزد، يعني متلازمه مع الوظيفه الجنسيه وانتاج الافراد الجديده، تمام. طبعا الاقي البريدنج سايكل موجوده في البلاسنتال مامالز، يعني الثدييات اللي هي بتكون المشيمه. البيريود اوف البريدنج سايكل بتختلف من الكائن الى اخر، فعندنا ممكن تكون في بريدنج سايكل بتحصل انيوالي سنويا زي اللايون والتايجرز، وفي عندنا تو بريدنج سايكل يعني بيحصل مرتين في السنه، يعني بتكون كل 6 شهور زي الكات والدوج، وممكن تكون في فترات بتحصل في بعض الكائنات شهريه زي الرابت والرات، زي الفران والارانب. حتى ساعات نقول لك هي مالها بتخلف كده، هي زي الارنبه، او خلي بالك لو يدخل فرو حيوي هتبقى مشكله، لان دوره التزاوج بتاعته شهريه، تمام، مانثلي، او كمان يمكن بتبقى كل 21 يوم يعني، ولكن يعني زي ما احنا نلتزم بالكتاب مانثلي شهري. The human female breeding cycle، دورة التزاوج في الفيميل هنسميها menstruation cycle، ودي بتحدث كل 28 يوم. وطبعا ليها كده ميكانيزم شوية، لان بيتحكم في المنستريشن سايكل هرمونات، هرمونات بتفرز من البيتيتوري جلاند وهرمونات بتفرز من الاوفري. عشان كده دايما حتى مجازا يقول لك بلاش نكلم الست في الفترة دي، ده شغل هرمونات، لان طبعا هرمون طالع وهرمون نازل واختلالات في تركيزات الهرمونات تؤدي الى تغير الحالة النفسية. فتعال نشوف هنا كده، ادي الجراف اللي بيوضح لنا المنستريشن سايكل. في عندنا هرمونات بتفرز من البيتيوتري جلاند زي الاف اس اتش، هو المسؤول عن انتاج البويضه يعني في مرحله البروليفريشن، واول ما يطلع الاف اس اتش يبدا ينبه الميبيب ان هو يكون جرافين فوليكل، فهي مراحل تكوين الجرافين فوليكل، واول ما يطلع الجرافين فوليكل ويتكون يبدا يلاقي في عندي هرمون بيتكون اللي هو الاستروجين. الاستروجين ده مين اللي بينتجه؟ الجرافين فوليكل، تمام. يبقى بعد ما طلع الاف اس اتش من الانتيريور بارت اوف بيتيوتري جلاند، عمل اوردر للاوفري، اتفضلي اعملي لي انضاج للبويضه وكوني لي جرافين فوليكل. جرافين فوليكل اول ما يتكون بيبتدي يفرز الاستروجين. لما يوصل الجرافين فوليكل الى مرحله النضج ويحصل عندي انضاج للبويضه واطلاق للبويضه، ده بيكون نتيجة ان الانتيريور بارت اوف بيتيوتري جلاند طلع هرمون تاني اسمه ال اتش. يبقى انا عندي هنا اف اس اتش، خلاص، وبعد كده عندي ال اتش. ال اتش ده بقى اللي هو في اليوم ال 14، تمام. انا عندي ال اتش وعندي ال اتش، ده هيحرر البويضه من الجرافين فوليكل، واول ما يحرر البويضه من الجرافين فوليكل تتحول الى كوربس ليوتيوم، جرافين تتحول الى كوربس. طب ولما تتحول الى كوربس ايه الهرمون اللي هيبتدي يتم انتاجه؟ هيبقى البروجسترون. يبقى هنا ده ال اتش وهنا ده اف اس اتش، تمام. طبعا البروجسترون لما هيفرز هيبتدي يزود وانكريز ذا ثيكنس اوف اندوميتريوم، زود زياده بطانه الرحم والبلاد سبلاي. طب لو ما حصلش اخصاب، لان احنا المفروض بتنطلق البويضه في اليوم ال 14 وبتفضل من 1 إلى 2 يوم منتظره ان يجي لها عمليه اخصاب او حدوث دخول للسبرم، ما حصلش، يبقى كل ده هيتهدم ويحصل بليدنج ونعيد المنستريشن سايكل من الاول. الثلاث مراحل بتوع المنستريشن سايكل، منستريشن اللي هي المرحله اللي بيحصل فيها بليدنج، بروليفريشن مرحله انضاج البويضه، وبعدين اوفيوليشن التبويض، تمام. الاول يعني طبعا منستريشن سايكل، البروليفريشن والاوفيوليشن، تمام.
نيجي للبيتيتري جلاند وعايزين نشوف دورها بتعمل ايه. عندنا انتيريور بارت اوف بيتيتري جلاند هيفرز هرمون اسمه اف اس اتش، هيبقى له دور في انتاج الجرافين فوليكل. الجرافين فوليكل مسؤول عن افراز استروجين، وده بيبتدي يزود سمك بطانه الرحم او انكريت ده اندوميتريوم. تمام. هنا بقى بعد شويه هيبقى بعد ما يطلع الاستروجين ابص الاقي في هرمون تاني هيجي له اوردر يطلع علينا من البويض، يطلع علينا البويضه من الجرافين فوليكل. مين اللي هيشيل مين اللي جاي يحمل هذا الاوردر؟ ال اتش. ال اتش يروح للجرافين فوليكل يحرر البويضه ويحول الجرافين فوليكل الى كوربس ليوتيوم. في الحاله دي كوربس ليوتيوم هيبتدي يفرز لنا البروجسترون. الاخصاب طبعا زي ما احنا اتفقنا ان لازم يكون في عدد كبير من السبرم يوصل من 300 ل 500 مليون سبرم عشان يبقى الشخص ده فيرتايل. السبرم بتشترك في اذابه او ديسولفينج ذا ميمبرين اوف اوفم. السبرم طبعا ممكن زي ما احنا اتفقنا وشرحنا من شويه انها كان ستي الايف ان ذا فيميل جينيتال سيستم من 2 ل 3 ايام. حدوث الفيرتلايزيشن زي ما احنا متفقين بيكون بدخول السبرم الهيد والنك بس، لا ميت بيس ولا تيل. تمام. هنا مرحله اللي بنقول عليها تكون الجنين او سبليتنج اوف زايجوت. انا عندي الزايجوت ده هيبدا ينقسم كده، بعد شويه يبقى خليتين، بعد شويه يبقى انا عندي كده هنا ادي الاوفري وهنا حصل فيرتلايزيشن بقى عندي زايجوت. الزايجوت ده خلال يوم خلال 24 ساعه هيبقى عندي 2 سيلز، بعد كده هيبقى عندي 4 سيلز، بعد كده هيبقى عندي حاجه اسمها موريلا. الموريلا او الجزء ده اللي هو بنقول عليها بلاستولا يعني، وتبتدي انها تسقط في اليوتيرس عشان تنغرس ويحصل لها امبلانتنج ان ذا اندوميتريوم اللي هي بطانه الرحم. تمام. نيجي للامبريونيك ميمبرينز. عندي حاجه اسمها اميون وعندي حاجه اسمها كوريون. ما تنساش ان الاميون ده هو الانر ميمبرين والكوريون هو الاوتر ميمبرين. الاميون هو مسؤول عن انتاج الامبليكال كورد، او مش انتاج، تكوين عشان نكون اصح يعني، تكوين الامبليكال كورد. والكوريون مسؤول عن تكوين البلاسينتا، بيحصل تكوين فينجر لايك بروجكشنز، اصابع كده تمتد علشان تغرس في اليوتيرس وتديني البلاسنتا. تمام. طبعا وظيفه الاغشيه دي حمايه وبروتكت ذا امبريو، بس خلي بالك ان الاميون بيبقى فيه سائل اسمه امنيوتيك فلويد، وده بيحمي الجنين من التشوكس الصدمات ومن الدراينس الجفاف. لكن حته ان الاميون ميمبرين مسؤول او از ريسبونسبل فور فورميشن اوف امبليكال كورد، حاجه مش موجوده في المنهج بس قابلناها في الاسئله. الكوريون مسؤول عن فورميشن اوف بلاسينتا، برضو حاجه قابلناها في الاسئله. مين فيهم انر ومين فيهم اوتر؟ الانر هو الاميون والاوتر ميمبرين هو الكوريون. ده شكل بيوضح لي اهو، ادي الفينجر لايك بروجكشنز بيحصل هنا intermingle between blood capillaries بتاعت المادر والأمبريو علشان بينتقل المواد الغذائية عن طريق خاصية فيزيائية أو physical phenomenon which is called diffusion. تمام. ده السائل اللي احنا قلنا عليه الأمنيوتيك أو الأمنيوتيك فلويد، وده التجويف اللي احنا بنقول عليه أمنيوتيك كافيتي. يعني في طبعا بيانات زيادة بس انا عشان اوضح لحضرتك الرسمة يعني، واوضح لحضرتك هنا ان بيحصل تمازج وتداخل وانترمينجل بتوين البلاد كابيلرز بتوين الامبريو والمادر. الامبورتنس بتاعت البلاسنتا، البلاسنتا مسؤولة عن عملية نقل ترانسفير دايجستد فود. انا كنت بقولها كده في الحصة لو فاكرين، تنقل حاجات حلوة وتنقل حاجات وحشة. ايه الحاجات الحلوة؟ هتاخد من الام للجنين المواد الغذائية، الفود، الووتر، الاكسجين، الفيتامينز. ازاي؟ بخاصية او فيزيكال فينومينال which is called diffusion. مفيش التقاء ما بين دم الام ودم الجنين. تمام. المواد بتنتقل من خلال عملية اسمها diffusion. طيب. وتبقى الحاجات وحشة هتاخد من الجنين للام. هتخلص الجنين من ايه؟ من كل الاكسكريتوري ويس، الفضلات الاخراجية. ما ننساش الدور الهرموني للبلاسنتا لانها بتفرز هرمون البروجسترون من بدايه الرابع لحد نهايه الشهر التاسع، وسكريتس ريلاكسن، وبتفرز الريلاكسن ده، الريلاكسن هرمون مسؤول عن انه يعمل ارتخاء للبيبك سنفاسس علشان يسهل وفاسيليتيت ده ديليفري. يبقى لها دور هرموني. الفقره رقم 3 ورقم 4 بتوضح لك الهرمونات المسؤوله البلاسنتا عن افرازها.
الامبورتنس بتاعت البلاسنتا زي ما احنا اتفقنا، الام مصابه بفيروس سي هينتقل للبيبي، الام بتشرب سجاير فيه نيكوتين هتنتقل من خلال البلاسنتا للبيبي، كل الحاجات الحلوه هتنتقل للبيبي والحاجات السيئه برضو هتنتقل للجنين او الامبريو من عن طريق فيزيكال فينومينال ويتش از كولد ديفيوجن. امبليكال كورد، ما هو حلقه الوصل ما بين الامبريو والبلاسنتا هو الامبليكال كورد، فهو هيبقى له وظيفه تشبه لحد ما البلاسنتا، فيها الدايجستد فود والاكسجين والووتر والفيتامينز من الام للجنين، وياخد من الجنين الاكزكريتوري ويستس ويديها للام عشان يتم التخلص منها، وكأن برضو هو قايم بدور البلاسنتا، بالاضافه الى ان هو طوله 70 سنتيمتر، وده هيدي مساحه للحركه والموفمنت للفري موفمنت للامبريو انسايد ذا يوتيرس. تمام، خلي بالك ان الام عشان تنقل مواد غذائيه او دايجستد فود بتنقلها في صوره مونيمرز، يعني ما يجيش يقول لي البروتين هينتقل على كانه جزء بروتيني كبير، مش هينتقل عبر الاغشيه والسيل ميمبرينز لانه حجمه كبير، فلازم اللي هتنتقل من المادر للبيبي او الامبريو لازم تكون مونيمرز، يعني جلوكوز ماشي، امينو اسيدز ماشي، فاتي اسيد ماشي، لكن ما تقوليش هينتقل جزء بروتيني كبير او جزء دهني كبير او جزيئات من السكريات الكبيره المعقده، لازم تتكسر وتتهضم وتنتقل الجنين في صوره مونيمرز. مراحل التطور الجنيني، طبعا احنا ده شكل بيوضح مراحل التطور الجنيني، بس احنا عارفين ان مراحل التطور الجنيني ثلاثه حسب منهجنا، عندنا 3 شهور الاولانيين والثلاث شهور اللي في النص اللي هم السكند ستيج المرحله الثانيه، وعندنا الثيرد ستيج. نخلي بالنا ان في المرحله الاولى تمام الجنين بيتكون النيرفس سيستم ستارت والهارت، تمام يبدا بدايه النيرفس سيستم والهارت ستارت ذير ديفلوبمنت، الهاند والايز، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على عينينا بتبص على ايه وايدينا بتتمد على ايه. فاول حاجه بتتكون في الثلاث شهور الاولانيين هي الايز والهاند. كمان الجنين عنده قدره ان هو بيكام ايبل تو ريسبوند الاستيمولاي، تاثر بالمؤثرات. كمان في الفتره دي بيتحدد الجنس ويحصل تحديد او ديترمينشن ذا سكس، لو بعد 3 اسابيع اسفه 6 اسابيع بيبقى بيحصل ديفرنشيشن للتستس، بعد 12 ويكس بيحصل ديفرنشيشن للاوفرز، يعني لو كانت هي حامل في ولد هيبقى نقدر نعرف بعد 6 اسابيع، طب لو هي حامل في بنت هنستنى شويه لحد الاسبوع ال 12 نشوف اللي هيبدا يتشكل ده هيكون اوفرز، هعرف انها حامل في بنت. تمام، يبقى تحديد الجنس كمان في المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى يكتمل نمو القلب، بيبقى ذا ديفلوبمنت اوف ذا هارت از كومبليتد والهارت بيتس كان بي هيرد، ممكن ان انا اسمعها. كمان في المرحله الثانيه في حاجه اسمها اوسيفيكيشن، اوسيفيكيشن اللي هو التعظم اللي هو تكوين السكيلتال سيستم. كمان السنس اورجنز ار كومبليتد، الاعضاء الحس بتكتمل، وحجم الجنين في المرحله اللي في النص دي اللي هي السكند ستيج اللي هم الشهر الرابع خامس سادس، بيبدا ان هو المعدل بتاع النمو بينمو او بيبقى الجروث اوف امبريو انكريزز. المرحله الاخيره او الثيرد ستيج اللي هي بتبدا من 7 8 9، في هذه المرحله بيحصل ديفلوبمنت اوف ذا برين، ما احنا مش هننزل العيل بقى عنده مشكله، لازم يكون في تطور حصل في البرين از كومبليتد، وديفلوبمنت اوف ذا اذر انترنال الاعضاء الداخليه خاصه الرئتين، عشان كده لو في طفل بيتولد بدري شويه بتحطوه في حضانه لحد ما تكتمل نمو الرئتين عشان عمليه التنفس، وجراس اوف ذا امبريو المعدل او ذا ريت اوف جراس بيحصل ان هو سلوز في فتره الايه الثيرد ستيج، بيبقى معدل نمو الجنين اقل من السكند ستيج، وبرضه دي من الحاجات اللي ممكن تجيلي في الجرافس. تمام، نيجي للولاده بقى، هيحصل ولاده ويبقى البلاسنتا ديسوسييت جراديوالي، هتبدا تنفصل كده بالتدريج ويقل افراز البروجسترون، ويبتدي البوستيريور بارت اوف بيتيوتري جلاند يبعت لنا الاوكسيتوسين علشان او الاكسيتوسين علشان يبتدي يزود وانكريز ذا كونتراكشن اوف ذا يوتيراين ماسلز عشان اكسبل ذا فيتس او الجنين. وطبعا وهيحفز طبعا افراز او سكريشن اوف ذا ميلك. طبعا بيتولد الطفل بالديستنكت كراي، صرخه مميزه جدا علشان يبتدي يشغل اللونجز والريسبيرتوري سيستم. عندي هرمونين مسؤولين عن عمليه اللاكتيشن، البرولاكتين المسؤول عن الفورميشن، الاوكسيتوسين المسؤول عن الريليزنج
the milk. عندي هرمونين مسؤولين عن التسهيل او فاسيليتيت ذا ليبر او ديليفري، الاوكسيتوسين والريلاكسين. تمام، نيجي لللاكتيشن اهو، البرولاكتين والاوكسيتوسين. ومعلومه كده على الماشي، بيقول لحضرتك فترات الحمل في بعض الكائنات، احنا طبعا الانسان فتره الحمل هنا بس suitable age for pregnancy، الفترة الكويسة ان السيدة تحمل فيها بتكون من سن 18 ل 35 سنة، من 18 ل او من 18 ل 35 سنة دي الفترة المناسبة انها يكون في حمل. لو كبرت عن كده بيبقى في احتمالية وجود السندرومز والتشوهات، نفس الكلام برضو في الميل لما يكون سنه كبير برضو يبقى فيه فرصة و او يبقى الامبريو will be subjected to serious problems، لمشاكل و possibilities ان انا يحصل produce deformed babies will increase. فترة الحمل عند الانسان بتكون 36 weeks او 270 days او 9 months. يبقى انا عندي اقول هو 9 شهور بالنسبه للانسان، تمام، او اقول 270 يوم او اقول 36 اسبوع. The period of pregnancy differs from one species to another. فترة الحمل تختلف طبعا من انواع الكائنات وبعضها، فالفران بتقعد 21 days اللي هي 21 يوم، الشيب بتقعد 150 days، وطبعا هنا احنا قلنا الانسان 270 days اللي هي 9 شهور. تمام، هنا طبعا يعني حوالي 5 شهور وهنا 3 اسابيع. Multiple births اللي هو تعدد المواليد، وطبعا احنا عندنا نوعين من التوائم، الزيجوتيك اللي هو الفراترنال غير متماثل، والايدنتيكال او المونوزيجوتيك المتماثل. وخلي بالك ان ما بين كل مثلا 86 ولادة الاقي فيهم واحدة توأم. تمام، دي النسبة العالمية او الانترناشنال ريشيو بالنسبة للتوينز. المنظر اللي احنا شايفينه ان الايدنتيكال هو اوفم واحده بيجي لها سبرم واحد وبعدين يحصل لها سبليتنج وتديني جنينين، ولكن هيكونوا متشابهين بصوره طبق الاصل وهيكونوا نفس الجنس وهيكونوا ممكن يكون لهم ذا سيم امبريو ساك، وممكن احيانا بيكون كل واحد لهم امبريو ساك لكن ليهم ذا سيم بلاسينتا، موستلي بيكون لهم ذا سيم بلاسينتا، ودول بيكونوا ايدنتيكال وبيظهر فيهم ظاهره هنتكلم عنها دلوقتي اسمها سياميز توينز اللي هي التوأم السيامي الملتصق. اما الفاترنال فاحنا بنقول ان عندنا 2 اوفا و2 سبيرم، وبالتالي هيكون عندي ممكن في الاحتمال يكون عندي ولد وبنت، يعني جنسين مختلفين، لان كل واحد فيهم تم تلقيح البويضه بسبيرم مختلف، واحد سبيرم شايل اكس وسبيرم شايل واي، وطبعا كل واحد فيهم له بلاسينتا منفصله وكيس جنيني وامبريونيك ساك منفصل، وبيكونوا مختلفين تماما، حتى لو كانوا بنتين او كانوا ولدين بيكونوا في الشكل مختلفين تماما، عشان كده بقول عليهم توأم غير متماثل او بقول عليهم فراترنال توينز. السياميز توينز التوأم الملتصق، ده توأم بيبقى الظاهره دي موجوده في المونوزيجوتيك او الايدنتيكال توينز، وفيها بيكون بيتولدوا او they are born partially attached to each other، متصلين مع بعض at some places of the body which can separated surgically، بيكون طبعا في تدخل جراحي لفصلهم عشان يعرفوا يعيشوا، الا اذا كان بقى كانوا مشتركين في احد الاعضاء فلازم هنضحي بواحد عشان التاني يعيش. مشاكل اللي بتقابلنا بقى البيرث كنترول، ازاي نتحكم في الحمل باستخدام الكونتراسبتيف بيلز، والانفيرتيلتي الخصوبه بقى وعدم الخصوبه، ازاي نحل مشكله العقم. بالنسبه للبيرث كنترول احنا بنستخدم الكونتراسبتيف بيلز، وخلي بالك من حته الكونتراسبتيف بيلز دي لانها طريقه هرمونيه كيميائيه، وفيها الفيميل او الومن ستارت يوزنج ذم، تبدا تاخد الحبوب افتر ذا اند اوف منستريشن، مجرد ما تنتهي الدوره الشهريه او البيريود او البليدنج تبدا تاخد الحبوب دي لمده 3 اسابيع وبعدين تتوقف لحد ما يحصل بليدنج. فطبعا الكونتراسبتيف بيلز بتعمل ايه؟ بتوقف وستوب ذا اوبيوليشن، بتوقف عمليه التبويض، يعني الاوفري مش هيطلع بويضه. هتقولي لي بس بيحصل بليدنج، طب يا عم طب ما هي بتاخد حبوب والحبوب فيها سينثيتك استروجين وسينثيتك بروجسترون، وده هيعمل على زياده وانكريزنج ذا ثيكنس اوف اندوميتريوم. لما هتتوقف عن اخذ الحبوب هيحصل تحطم ويحصل تكسير ويحصل ديجنريت للاندوميتريوم وينزل على هيئه بليدنج.
تمام، لكن لا توجد عندي مبيضه طالما السيده هتستخدم كونتراسبتيف بيلز وهو كيميكال ميثود، طريقه كيميائيه او هرمونال ميثود. انت يوتراين ديفايس بنقول عليه كايل، تمام، اللي هو اللولب، وده بيمنع بريفنت ذا الفيرتلايزد اوفم انها تنغرس او انها يحصل لها انسرتد انتو ذا اندوميتريوم. يعني هنا هيحصل تبويض او هيحصل اوفيوليشن، يعني هنا هيحصل اخصاب او هيحصل فيرتلايزيشن، لكن هنا لا عندي لا نو اوفيوليشن ونو فيرتلايزيشن. الكاندوم طريقه ميكانيكيه برضو، الكايل يعتبر ميكانيكال بس بيستخدمه الميل، وفي الحاله دي بنمنع دخول او بريفنت ذا انتري اوف سبيرم تو ذا فيميل جينيتال سيستم. سيرجيكال سترلايزيشن، تعقيم جراحي ان انا ده بيرمننت دائم، واما بقطع او بيحصل كاتنج للفالوبيان تيوب او كاتنج للفاس ديفرنس، يعني ينفع يستخدم عند الميل وينفع يستخدم عند الفيميل. وطبعا ده بيحصل ليجيشن للتو فالوبيان تيوبس اور كاتنج هم عشان امنع السبرم ان هو يوصل فروم ريتشينج تو ذا اوفر. بالنسبه للفورمان بيحصل ان احنا برضو الفاس ديفرنس ايست سايد بيتربط عشان افصل عن بقيه التراكيب، وبالتالي بمنع السبرم انها ويل كام اوت اوتسايد ذا مين جينيتال سيستم، ما تخرجش اصلا او ما بتخرجش السبرم، تتحلل في الخصيتين او في التو تستس، تمام. دي الكونتراسبتيف. بالنسبه للانفيرتيليتي تريتمنت، علاج العقم بقى، طبعا التقنيه اللي اسمها تيست تيوب بيبيز وبيسموها ان فيترو، عشان لو جات لي في الامتحان الكلمه ما استغربش، ان فيترو هي تيست تيوب بيبيز. وهنا بقى هنا الحاجه الوحيده اللي يقول لك ان الانسان بيحصل له اكسترنال فيرتلايزيشن فين؟ اكسترنال فيرتلايزيشن، اخصاب خارجي، الحاله دي ان الانسان من الماملز وبيحصل له انترنال فيرتلايزيشن، الا في حاله التست تيوب بيبيز لما هياخدوا البويضات في تست تيوب وهياخدوا السبرم ويبداوا يعملوا ميكسينج بتوين الاوفا والسبرم في تست تيوب وفيها كميه من النيوتريتيف ميديا وسط غذائي مناسب عشان يسمحوا بعمليه الفيرتلايزيشن. ولما نوصل لمرحله الموريلا اخد الموريلا واعملها امبلانتنج انسايد ذا فيميل بودي او ان ذا اندوميتريوم ان ذا فيميل بودي، في بطانه الرحم في جسم الفيميل، ويكمل الامبريونيك ديفلوبمنت انسايد ذا فيميل بودي، تمام. الاخصاب بس هو اللي بره، لكن اكتمال الحمل بيكون داخل الرحم. نيجي بقى للرينيوكليشن، ده بقى تقنيه ان هو يعني وصل لمرحله عاليه جدا من التقنيه، فهياخد الخلايا دي كده، خلايا قصدي دي كده ضفدع، زراعه الانواع، هجيب ضفدع اخد منها بويضه، خلاص يبقى دي اوفم، ماشي يا عم، هدمر النيوكليس بتاعه البويضه، النيوكليس دي هاز بين ريموفد اور ديسترويد باي راديشن، هدمر الايه النواه بتاعتها، انا عارف ان الاوفم دي انا دمرت النواه، بقت عندي امتي اوفم، بويضه فارغه فاضيه. في نفس الوقت رحت للاجنه بتاعه الضفدع او التود امبريو وخدت منه خليه، يبقى دي امبريونيك سيل كام ان تو ان، وهبتدي ريموفينج ذا نيوكليس، هاخد النيوكليس بس، بعدين اخد النواه النيوكليس دي وابتدي ازرعها داخل الايه الامتي اوفم، فالاوفم هيتهيئ لها انها بقت زايجوت وتبتدي انها جرو انتو نيو انديفيديوال. طبعا الفرد الناتج ده هيكون صوره طبق الاصل من اللي خدنا منه النواه، خلاص النيوكليس، لانها تحمل جميع المعلومات الوراثيه. نيو انديفيديوال هيكون 2N had the characters of the implanted nucleus، هيكون عنده نفس صفات النواة المزروعة، النواة المزروعة أنا خدتها من التود أمبريو، وده تقنية اللي بتحدث في الفراكس، يعني عملوها في الفراكس وعملوها في المايس في الفرع، تمام؟ نيجي ل الجنيت بانكس، اخر حاجه صعب عليه بقى، احنا هنخلص الشابتر، وقال لما نديهم كمان بنوك الامشاج، فبنوك الامشاج هي بتهدف لايه؟ تهدف الى ان some species from بعض الانواع معرضه او are exposed to extinction، فعشان احميها او save them from extinction هبتدي ان انا اخد منها جميتس واشيلها في بانكس، بنسميها بالعربي بنوك الامشاج، تحت درجه حراره معينه اللي زي اللي احنا قلنا عليها ماينس 120 اللي هي في الليكويد نيتروجين، علشان ابقى جاهزه وقت ما اكون محتاجه هذا النوع ابتدي اعمل عمليه اكسترنال فيرتلايزيشن، تمام.
التكنيك ده بيعتمد على ان انا ممكن اتحكم كنترولينج ذا سكس مثلا في الكاتلز في الماشيه. فلو انا عايزه انتج ذكور الماشيه علشان احصل على الميت على اللحمه, او انتج فيميل طبعا عن طريق فصل السبرم اللي شايله اكس وفصل السبرم اللي شايله واي بظاهره مهمه جدا اسمها سنتريفيوجيشن او سنترال سنتريفيوجيشن اللي هو الطرد المركزي. يبقى انا عن طريق السنترال سنتريفيوجيشن, ودي حته بيجيبها كتير في الاسئله, الطرد سنتريفيوجيشن بيقدر ان انا افصل او سيبريت بتوين السبرم اللي شايل اكس وشايل واي. طيب هاخد اللي شايل واي يبقى انا هبتدي اطلع ميلز, هاخد اللي شايل اكس يبقى هطلع فيميلز, وهتبقى الفيميلز دي بتستخدم في انتاج الحليب او او التزاوج او الميتنج يعني, لكن اللحوم بتاعت بيتم استهلاك اللحوم من الذكور. ده كان الجميت بانكس. جميت بانكس كمان خد بالك ان وظيفته اما كنترول ذا سكس ان انا نيو بورن ان انا احدد جنس المواليد الجديده, وان انا سيف سام سبيشيز فروم اكستنشن. طبعا ممكن اشيل الجينات دي لمده 20 سنه تحت طبعا فروزن كونديشن في ظروف تجميديه, او ار ستورد ان ذا فروزن كونديشن لماينس 120 سيليزيوس لفتره او بيريد ماي ريتش اب تو 20 ييرز. طبعا دي كانت تقنيه بتحدث في مزارع الاوروبيه اليوروبيان والامريكان كونتريز. في المزارع دي كانوا بيشيلوا الجميت بانكس المهم, بيشيلوا الجميت اللي فيها صفات كويسه لما بتكون في صفات جيده للماشيه او للحصنه, مزارع الحصنه كانوا بيستخدموا تقنيه الجميت بانكس. طبعا حتى انهم من التقنيه دي قال لك انا ممكن الشخص لو عايز يكمل, او سام بيبل عندها رغبه انها desire to store their gametes such banks to ensure the continuity of their generation even after their death by several years, يعني ممكن تشيل الجميتس بتاعتها عشان تبقى ضامنه ان استمراريه نسلها حتى بعد موتها. بس طبعا ده في الانسان دينيا طبعا محرم, ولكن احنا بنتكلم في الحيوانات. ما تنساش ان تقنيه فصل السبرم الاكس عن الواي اما بالسنترال سنتريفيوجيشن اما كمان بالالكتريك شوك اللي هي الصدمه الكهربائيه. تمام, صدمه كهربائيه تفصل الكروموسوم اكس عن الكروموسوم واي. كده احنا هنا ريبرودكشن. ان شاء الله يكون, يعني انا فاكره ان احنا بدانا مثلا من ساعه تقريبا, هو ساعه ونص او ساعتين, فساعتين اخد شابتر كبير جدا يمكن عليه 17 درجه في الامتحان. يكون كويس جدا, ممكن تجري الجزئيه اللي انت مش محتاجها. اتمنى اكون لميت الريبرودكشن كامل مكمل, واتمنى تكون استوعبت كل الافكار والنقاط المهمه في شابتر ريبرودكشن ان ليفينج اورجانيزم. دعوتي لكم بنجاح والتفوق, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.